مساءكم سعيد مشاهدينا، مساء البطولات والإنجاز التاريخي لأسود الأطلس. أهلا بكم إلى النشرة الرئيسية لهذا المساء، وفي عنوانها الأبرز: أسود الأطلس يحققون إنجازا تاريخيا بتأهلهم اليوم إلى الدور الثاني من نهائيات كأس العالم قطر 2022 ويتصدرون المجموعة السادسة. انتصار مستحق ألهب حماس الجماهير ورسم الفرحة على محيا المغاربة من طنجة إلى الجويرة. وضمن هذه النشرة رصد لتفاصيل تأهل المنتخب الوطني إلى الدور الثاني بعد فوزه على المنتخب الكندي. صفحة تاريخية جديدة كتبها أسود الأطلس اليوم بملعب الثمامة في مونديال قطر. زئير أسود الأطلس سمع مدويا بعد فوزهم على منتخب كندا وبلوغهم ثمن النهاية. فرحة عارمة في هذا اليوم المشهود، كل القلوب اهتزت فرحا بهذا الإنجاز التاريخي. لا صوت يعلو على هتافات الانتصار. نخصص الجزء الأكبر لهذه النشرة لهذا الحدث التاريخي. وقبل ذلك، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فخامة السيد فوستان أرغونغ تواديرا بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. كما بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة لرئيس رومانيا السيد كلاوس فيرنر يوهانس، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.
فقرة المونديال، عيننا على مجريات كأس العالم بقطر هذا المساء، يقدمها الزميل خالد أزدون. خالد يصر على أن يكمل احتفالات ملايين المغاربة بهذا الحدث. مغرب ولي 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 مغرب مغرب. شكرا لك نبيلة بدور. أرحب بالإطار الوطني إدريس عبيس. فرحة كبيرة عشنا، كنت أحتفل مع الزملاء بالكواليس، احتفلنا بغرفة الأخبار طبعا. فرحة كبيرة اليوم لكل الشعب المغربي، فرحة لا توصف بهذا الإنجاز الكبير الذي حققه أسود الأطلس بالمونديال. شكرا لكم يا أسود، شكرا لوليد، وشكرا للجمهور المغربي الذي قدم كامل الدعم لأسود الأطلس. خالد، أسود الأطلس تصنع اليوم التاريخ. فعلا هو نحن محظوظون بأننا جيل كان شاهدا على هذا الإنجاز الذي تكرر والذي سبق إنجازه سنة 86. لم نتذكر أي شيء منه، لكن نحن محظوظون اليوم أننا عشنا نفس الفرحة التي عاشتها أجيال 86 على الإطار الوطني. سيدريس عبيس شاهد على ذلك، نفس الفرحة تقريبا، نفس الأجواء سيدريس عبيس. طبعا هي يعني كانت نفس الفرحة وكانت نفس الأجواء، يعني كانت طقوس أنذاك طقوس الاحتيادية، الآن أصبحت طقوس يعني بالمستوى يعني التكنولوجي والمستوى العالي، خروج يعني الجماهير. يعني احنا فرحانين اليوم وكنهنئوا أنفسنا بهذا الإنجاز التاريخي اللي هو يعطي دفعة قوية لجميع الرياضات ومن كرة القدم كقاطرة. نتمنى إن شاء الله نكونوا دائما هذه الأفراح تكون دائما مستمرة علينا واحتفل بها إن شاء الله، ونكون عند حسن ظن المشاهدين الكرام. فعلا سيدريس عبيس، وبدورنا يعني رغم الاحتفالات نبيلة اشتغلنا وأعددنا هذه الأخبار التي سيخصص جزءها الكبير لإنجاز المنتخب الوطني. باقي الزملاء ينتشرون في كل المدن المغربية من أجل تغطية الأجواء، أجواء الاحتفالات، احتفالات الشعب المغربي بمرور المنتخب الوطني للدور المقبل. إذا ضمن المنتخب المغربي ورقة المرور لدوره ثم لنهاية مونديال قطر، بعدما انتزع صدارة المجموعة السادسة متفوقا على أعتدي المنتخبات الأوروبية. تأهل تاريخي هو الثاني للمنتخب الوطني بعد مونديال 86. ابتسام أدريس تعيدنا لأقوى لحظات المباراة الثالثة ضد كندا. لو تبقى في حياتك يوم واحد تشبث بأحلامك، مقولة تنطبق على كرة القدم الوطنية التي كسرت نحس المونديال بتركيبة شابة من اللاعبين وبخبرة مدرب نجح بحنكته في توفير بيئة بسيطة ومنظمة للاشتغال. ولأن لكل مجتهد نصيب، كافأ الأسود الرجراجي بسخاء ومعه شعب بأكمله كان خير سند وعبر عن روح وطنية عالية. شكرا بزاف عليهم، تبارك الله عليهم، اللهم بارك فيهم. كانوا 90 مينوت سمعتهم وما كانوا معنا من الاولى، وهادشي اللي قلت حتى انا فرحت باش نديروا هادشي باش نفرحوا معاود. شكرا بزاف عليكم. فوز أسود الأطلس بدأ يكبر معه طموح مشروع للجماهير التي علت سقف توقعاتها، ونوايا وليد الرجراجي لم تعد تقتصر على الظهور بوجه مشرف، بل تعداها اليوم للبحث عن ورقة العبور نحو الأدوار النهائية. الميم للديسكور ديال الوليد قبل من الماتش قال ما خصناش نديرو داكشي اللي كنا تنديرو قبل، حنا المغاربه تنبقاو نكالكوليو ولا نخرجوا لا ميطون نقولوا شحال دايرين ولا شحال دايرين، ندخلوا باش نربحوا، واللي بغاو يديروا يديروا نتكاليفو حنا الاولين. دونك داكشي اللي درنا، درنا ان غرو ماتش ديفونسيفمون و اوفونسيفمون، والحمد لله حققنا 3 بوان ودنا حنا الاولين. منتخب كندا الذي تجرع مرارة الإقصاء قبل ضربة البداية، جاء المنتخب الوطني ووضع الملح على الجرح، وثلاث نقاط عززت غلة الأسود لتبدأ مرحلة الأدوار الإقصائية بثقة أكبر. عرفنا غنديروا واحد حاجة كبيرة، لقاش خدمنا بزاف على هادشي والحمد لله.
اليوم كلشي المجهور الجمهور المغربي فرحان لحقاش كنلعبوا بالقلب و كيف حل قلت للدراري دابا ما نكملوش مع هادشي وان شاء الله الجمهور المغربي وكلشي جمهور مسلمين غيفرحوا معنا بور البروشان ماتش انكور ان شاء الله. سرعة المهاجم يوسف أنصيري خدعت الحارس ميلان بوريانا وأخرجته من منطقته، خطأ كلفه غاليا بعد أن ترصد لها حكيم زياش وأسكنها الشباك أمام أعين بوريانا. الكرات الطويلة التي يعشقها أنصيري وسرعته الجنونية التي لا تهتم في وجود المساحات نالت من دفاع كندا، وشبح أنصيري لن يفارق بوريان لأيام بعد أن تلقت شباكه هدفا لا يصد ولا يرد. كندا التي لعبت بدون ضغط نزلت بكل ثقلها وكانت تمني النفس بالخروج بانتصار قد يضمد جراحها ليمنحها نايف أكرد جرعة من الثقة بتسجيل هدف ضد مرماه. شوط أول انتهى بتقدم الأسود بهدفين مقابل هدف واحد. تسجل بكأس العالم إحساس غريب لأنك تسجل بأقوى بطولات في العالم المونديال. نحن نفتخر بتمثيل المغرب أفضل تمثيل وإفريقيا، ومرة أخرى أقول أننا دخلنا التاريخ من بابه الواسع. انظر على امتداد هذا الملعب وستظهر لك معالم هذا الانتصار لدى الجمهور المغربي الكبير. وشوط ثاني حبست معه الأنفاس لكن الفرحة اكتملت بفوز تاريخي هو البداية فقط بعد أن تعززت الثقة في دور المجموعات. مباراة لم تكن سهلة أمام منتخب عنيد منتخب كندا. نقاشنا الآن حول المعطى التقني والمؤدى التقني للمباراة. سي عبيس، شنو هي قراءتك للمباراة؟ كيف وليد دبر فترات اللقاء؟ يعني شفنا بأن المباراة يمكن تقسيمها لمجموعة من الفترات الزمنية، كيف وليد خرج هذه المباراة بأقل أضرار وأيضا بثلاث نقاط أعطته الصدارة؟ اولا باسم الاطر الوطنيه كنهنئ السي وليد على هذا الفوز هذا، وربما يعني اول مره نصرحوا بان وليد دار اسلوب ديال كما نقولوا ديال الطبوريضه، ان اسلوب الطبوريضه كان فريقا يعني مصفا وطلقه واحده، ان عندما الخروج من المنطقه الدفاعيه الى الهجوم يسجل الاهداف ويعود الى بيته سالما. وليد اعتذر زوين هذه العباره طبيعيا لانه اقتبس يعني اسلوب يقتبس يعني نحن كمدربين من الحياه الطبيعيه يمكن تقتبس اسلوبا من الناحية الدفاعية ثم الهجوم. كنظن بأن وليد كان ذكيا خروجه إلى الهجوم لسجل هدفين وعاد إلى بيته سالما ثم احتفظ على أسلوبه وهو الدفاع في المنطقة الخلفية رغم كل الإكراهات اللي كانت والمحاولات ونورت يعني كندا ولا بلجيكا ولا كرواتيا من كل الأطراف، لكن كان وليدا يعني بأسلوب غلق كل المنافذ، وبالتالي كان يعني الكتلة الدفاعية لا تتراوح ما بين على مستوى العرض ديالها 35 وكل ما على مستوى الطول ديال 40، وبالتالي عرف كيف يفوز وليد يعني هنيئا له بهذا الاسلوب، وبالتالي اعتذر ثان ان الفريق الذي يدافع يمكن ان ينتصر، وبالتالي غير كل التكهنات والحسابات ديال الاحصائيين ان المنتخب المغربي كان سيعود في الطائره الاولى، اصبح الان الحمد لله انه مستمر وعلى مستوى الارقام يعني المنتخب المغربي يعني حصل على 7 نقاط عكس يعني كندا اللي حصلت على 6 نقاط، وبالتالي ان المنتخب المغربي الحمد لله على خير. كندا ماشي 6 نقاط، كندا يعني 6.24. كنظن بان المنتخب المغربي اليوم عرف كيف يتفوق بشكل وبالطريقه وبالاسلوب، وكان زياشا هو الاسد يعني الذي فعلا عارف. انا كنت نسولك على يعني اللاعبين او المفاتيح ديال اللاعب عند من كانت اليوم دون نسيان عنصر اللي ما خداش حقه اللي هو مرابط، يعني كيف ان هذا اللاعب يعني كانت مجموعه من ماشي من الشكوك ولكن كانت مجموعه من ردود الفعل حول ان المؤدى العام لمرابط كان ضعيفا في البدايه، لكن ماشي في المونديال في المباريات الاعداديه، لكن مرابط خلق الحدث مع المنتخب. المرابط هو ذاك الشراع اللي عندما تكون عندك الامواج فذاك الشراع هو الذي يعطيك التوازن في الملعب. يعني المرابط الحمد لله يعني كما نقولوا تبارك الله عليه عرف كيف يمشي في 90 دقيقة 3 مباريات بالمستوى عالي في تكسير الهجمات والمساندة
يعني الخط الهجومي عرف كيف يستحوذ، وبالتالي كانت كندا متخوفين لأنها كانت هي القوية في النزالات. المرابط كان قويا وشفناه في حالة الاندفاع والاستحواذ على الكرة. المنتخب المغربي اليوم يعني غير من يعني من نظرة الخبراء يعني على مستوى الفيفا أسلوبه، وبالتالي أكد بنظامه. لأن يعني كندا اليوم من المباراة الأولى لعبت بنظام 3-4-3، المباراة اليوم لعبت ب 4-4-2 ولعبتها مع بلجيكا وخسرت منها. حنا نعم. كنت انا بين الشتا داخله ب 4-2 بتنشيط على مستوى خط الظهير الايمن والظهير الايسر، تتحول الى 3-4-3. عرفت بان المغرب سيفوز. سنعود لإتمام تحليل المعطيات التقنية لهذه المباراة. الوجهة الآن إلى قطر، إلى الدوحة هناك، ومراسلنا من قطر أمين النوري. أمين، مساء الخير. أكيد بأن الفرحة كبيرة. أنا تغنيت اليوم بديما مغرب، وهذا هو الشعار الذي تشاركناه من هنا إلى الدوحة، من المغرب إلى قطر. كيف كانت هي الأجواء؟ ما هي ردود الفعل؟ أنت محاط بالمشجعين المغاربة أمين. حسن خويا، الله يحفظك. أهلا بك خالد، أهلا بكل المشاهدين الكرام. نحن هنا في الحي الثقافي لدولة قطر بمنطقة قطر، حيث الجماهير المغربية تحتفل بهذا الإنجاز الكبير، التأهل للمرة الثانية للدور الثاني من نهائية كأس العالم، بعد ذلك الإنجاز الذي حققناه قبل 36 سنة. خالد، جيل أجيال كثيرة كانت تنتظر هذا الإنجاز، وأنا واحد منها، حتى نعيش هذه الأجواء. قدمنا مباراة كبيرة أمام المنتخب الكندي، كنت أقولها دائما، مباراة كندا لن تكون سهلة، وبالفعل لم تكن كذلك، كانت مباراة صعبة. قدمنا من خلالها الأداء القتالي، وكانت الروح يعني القتالية للاعبين حاضرة بقوة، وتمكننا من إنهاء هذه المباراة لصالحنا والتأهل أولا عن هذه المجموعة السادسة، لنكسب 24 ساعة راحة، وأيضا نحن في انتظار معرفة هوية الخصم الذي سنقابله في الدورة الثانية. لكن إلى ذلك الحين علينا أن نحتفل خالد، أنا لنا أن نحتفل، ولهذه الجماهير أيضا الحاضرة هنا التي بدأت احتفالاتها مع صافرة الحكم وستستمر ربما في ليلة بيضاء. أحب أن أخذ مجموعة من ارتسامات الجماهير الحاضرة هنا في قطر. هنيئا لنا بهذا التأهل للدور الثاني. كيفاش عشتي أجواء مباراة كندا، خصوصا الشوط الثاني كنا على أعصابنا؟ يا على سلامتنا، على سلامتنا، تأهل، ومبروك كاع المغاربة وكاع العرب، لأن أنا ما كنمثلوش غير احنا الشعب المغربي، كنمثلو كاع الدول العربية. وبهذه المناسبة تنبغي نحيي دولة قطر على التنظيم الرائع وعلى استضافة الرائعة اللي استضفونا كمغاربة وكعرب وكذا، كنبقاو ديما إخوة إن شاء الله. يا بالنسبة للمباراة، احنا عشنا ضغط كبير، سير شوف في الشوط الثاني كان علينا واحد الضغط كبير، فهذا الدراري رجعوا لور الديفونس. كنا كنخاف، خفنا على يتزاد لنا شي هدف، وكنا متابعين حتى الماتش الثاني ديال كرواتيا لا تكون شي مفاجأة. الحمد لله ربي نصفنا، قدرنا نتأهلوا تيت دو جروب، الحمد لله. سي تان غون اكسبلوا. نعم، وهذا هو المهم، هذا هو المهم، التأهل. حققنا تأهل يعني امام اعتى المنتخبات، امام منتخب يعني كان وصيف بطل النسخة الماضية، وايضا منتخب يحتل المركز الثاني عالميا. تأهل كبير لمنتخب كبير، لجيل ايضا ذهبي. الحمد لله على هذه النتيجة. دابا اهم حاجة هو التأهل، الحمد لله على رأس مجموعة صعبة، والحمد لله الفرحة فرحة متضاعفة. علاش؟ الحمد لله كاين إطار وطني، إطار وطني خصنا نشجعوه ونشدوا على يديه، الحمد لله، لأن هذا شرف الكرة المغربية والبطولة المغربية وأحسن تمثيل. والحمد لله فريق متناسق، كنحسوا دابا بواحد الأخوة، وكنحسوا على أنهم كيلعبوا من أجل الوطن، وكيفرحوا هذا الجمهور، وكاين واحد الالتحام ما بين الجمهور وما بين اللاعبين. والحمد لله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. الله ما حشمناش في الدولة
دولة إسلامية الله ينصر سيدنا وكنشكروا دولة قطر على التنظيم وعلى الاستضافة وعلى حسن كل شيء الحمد لله غادي في أمان الله ونطلب الله شوف إلا كانت كيقولوا هما الماكينة الألمانية فهناك البركة المغربية إن شاء الله كتفوز على كل شيء إن شاء الله إن شاء الله. خالد هذه الجماهير ومجموعة أخرى من الجماهير الغفيرة كانت حاضرة في هذه المباراة في ملعب التمامة قدمت يعني صورة جد إيجابية للتشجيع والمؤازرة المغربية بالأهازيج بالطقوس المغربية الخاصة وأنا أبحث ولدي معي يعني أحد المشجعين أيضا من السعودية الذي حتى أكون معك صادق خالد مجموعة من المشجعين العرب كانوا حاضرين أردنيين فلسطينيين وأيضا سعوديين يعني كيفاش لقيتوا هذا يعني هذا نعم أمين هذا التأهل المنتخب الوطني المغربي والأداء الكبير أول شيء ألف مبروك للأمة العربية وللشعب المغربي وأنا أقول قبل 36 سنة تأهلت المغرب لأول مرة لعام 16 وأخرجتها ألمانيا وأقول السنة هذه بإذن الله نرد الثار ونخرج ألمانيا بإذن الله أتركك خالد مع هذه الأجواء خالد ربما هنالك أيضا مجموعة من المشجعات أنا أبحث عن العنصر النسوي طيب هنالك نريد يعني بعض المشجعات كانت هنا حاضرة مشجعة مغربية نعم الحمد لله نعم السلام عليكم كنشكركم أول شيء على هالتشجيع وهذه الوقفة اللي واقفينها مع اللاعبين المغاربة إن شاء الله يكونوا دائما فوق ونكونوا فوق الفوق ونرفعوا راية العلم العربي إن شاء الله في هذه السنة يا ربي بإذن رب العالمين كنتمنى إن شاء الله أنها تكون إن شاء الله كل شيء يمر على خير وسلام وربي يوقف مع المغاربة حتى واحد فيهم ما يتصاب اللاعبين كاملين يكونوا إن شاء الله في الحماة رب العالمين أنهم يلعبوا مباراة واليوم كانت مباراة جد قوية بالأخص في اللحظات الأخيرة يعني كنا واقفين على قلب يعني على صبر يعني سبحان الله بس ربي نصرنا واللهم لك الحمد هذا الشكر يعني الهداء الأداء اللي قدمت الفريق المغربي إن شاء الله هدية للعالم العربي من جميع أنحاء العالم ولسيدنا ومليكنا الله ينصره الله يطول لنا في عمره لولا ما كان هو ما كناش اليوم رأيتنا ترفعت في العالم كله وشجعت شكرا لك يعني شكرا لك باسمك أشكر جميع الجماهير الحاضرة هنا جماهير أيضا التي كانت حاضرة خالد في ملعب التمامة والتي قدمت الدعم اللامشروط وتجاوبت معها لاعبو المنتخب الوطني المغربي بالأداء الرجولي وبما تابعناه من عروض قوية وفوز مهم للتاريخ 7 نقاط نتأهل أولا نرفع راية المملكة المغربية والراية العربية والإفريقية عاليا ونتمنى لأن الطموح يكبر خالد الآن نتمنى أن نعبر لأدوار أخرى وأن تكون هذه الدورة تاريخية للمنتخب الوطني المغربي خالد فعلا أمين المنتخب الوطني المغربي الآن يلعب باسم كل العرب يحمل المشعل العربي في هذه الدورة والآمال كبيرة معقودة عليه ردود فعل كبيرة من الصحافة الدولية والعربية بخصوص هذه الإنجاز الذي حققه المنتخب المغربي وتطلعات كبيرة للوصول إلى أبعد نقطة ربما سنعود إليك أمين خلال هذه النشرة قبل ذلك لدينا مجموعة من المراسلات المباشرة من مختلف المدن المغربية قبل ذلك سوف نتوقف عند الندوة الصحفية التي خصصها الناخب الوطني حيث عبر الناخب الوطني وليد الركراكي عن سعادته الكبيرة بهذا التأهل الكبير والتاريخي معتبرا أن المباراة أمام كندا لم تكن سهلة في ظل عدد الإصابات التي لاحقت اللاعبين بعد توالي المباريات فور هذا التأهل التاريخي كانت الصحافة الوطنية والدولية على موعد مع المؤتمر الصحفي صانع هذا التأهل المدرب وليد الركراكي وأشرف حكيمي نيابة عن المنتخب الوطني أول سؤال سيد الركراكي هنيئا لكم بهذا الإنجاز التاريخي الهام
ما هي القراءات التي حضرها المنتخب لتحقيق هذا الفوز؟ الماتش ما كانش سهل، كان عندنا الضغط وخا بغينا نحبعو، ملي عندك ديك لوكازيون تدخل في ليستوار ديما كتبقى في الدماغ ولا طرات شي حاجه اللي ما تجيش معنا. بالحق دري صراحه اليوم بروميير ميتون يمكن احسن ماتش اللي درنا من شحال هادي، و تاف لا كوب دي موند عملنا الكره اللي باغي المغاربه وكل شيء. دوماج هو البوت اللي خربقنا شويه، هو اللي حتانا ديك الضغط وسورتو كيفاش دخل ماركينا على راسنا. وهنا يمكن الدراري بداو كيقولوا يمكن مازال ديك لا مالشانس ديال المغرب كاينه. دخلنا في دوزيام ميتون كندا ما كانوا خاسرين والو، درنا الضغط حقا. انا عجبتني الدوزيام ميتون باسكو الدوزيام ميتون هي ديال الروح اللي باغيين حنا نوصلوا، هي نبدلوا لا مونتاليتي. واخا تكاو علينا الدراري ما تلقوش شافوا هو قدامي كيلعب بليسي، هذا ماشي غير راجل، هذا المغاربه خصهم سوني بوصلوا راسو. كنا لعب بليسي حتى الدقيقه الاخيره معاه كنتفاهموا واش تقدر واش تقدر، وكيقول على البلاد غنلعب والمسقط احسن لاعب بلا بليسيور حكي كيستاهل. مي La lecture du match, elle est simple. Première mi-temps extraordinaire. Deuxième mi-temps, on s'est battu pour se qualifier, pour gagner la première place. Parce que mine de rien, avec le match, on a fait la deuxième victoire consécutive. Le Maghreb, qui a peut-être deux victoires dans 50 ou 60 ans, on a déjà fait une Coupe du Monde. Donc félicitations, Drey, d'Arlo l'histoire, il le mérite. سؤال لأشرف حكيمي، ماذا شكل هذا التأهل بالنسبة لك ولباقي المجموعة؟ نحن جد مسرورين وسعداء بهذا التأهل، لقد قمنا بعمل جيد وطبقنا بالحرف توجيهات المدرب. أهنئ بالمناسبة جميع الفريق على الروح القتالية واللعب الرجولي، لأننا في الواقع لسنا فريقا بل نحن أكثر من ذلك، نحن عائلة ونتوفر على مجموعة متجانسة وموهوبة. الجمهور المغربي يعشق هذا الفريق لأننا نلعب من أجل المغرب ونعكس نفس عقليتهم التواقة للانتصارات. نحن جيل المنتخب الجديد ونعمل بجدية من أجل تحسين الأداء، واليوم دخلت الكرة المغربية التاريخ الذهبي للمونديال ونحن فنان هذا الإنجاز. وفي سؤال حول طريقة وأداء اللعب والنتيجة، فهموا العقلية اللي خصنا نبدلو. احنا ما جيناش باش نقصوا ولا نقولوها كانوا على عيني دوزو، بغينا ليفيكاسيتي بيان سور. بغينا نلعبوا اللعب ديالنا بحق مع الوقت ديك لا بروميير ميتون اللي درنا ولا مع تشيلي غنعاودوها. بحال اليوم ماشي الوقت ديال هادشي، الوقت ديال لي ريزولتا وندوزو ونفوزو بحال اللي كيديروا الفرق كاملين ديال لورو ولا ديال لاميريك دو سود، كسوسوا الارجنتين لا فرانس ولا ما كنشوفش شي فرقه اللي زعما قصرات وربحات. اون باس لو بروميي تور، وهذا الشيء اللي بغينا نبدلو والدراري يفهموا هذا الشيء باسكو عندنا اللعابه اي لو ميريت. ابري سي لا مونتاليتي اللي كنا بغينا نبدلو، ما بغيناش نتيحو ديك لو جوستومون لو كوتي نيجاتيف بحال اللي كنت كنقول لكم في لا بروميير كونفيرونس دو بريس. وعلاش وكيفاش تهضر على اللعاب كي نو اون ان بوبل اون انسومبل لينيتي ناسيونال اللعاب هادشي اللي فاهمو كنقاتلو. من بعد كاين الله اللي غيكتب لنا شي حاجه، هو هادشي اللي طرا. مي ابخي اون اونكور دو ترافاي، مي ليدي سيتي ديجا دو بيان سوليد باسكو ما كانش عندي الوقت. اي سا لون بيان كومبري دري كي تقاتلو اي دو ريسومبلي ا اون ايكيب اوروبيان مي افيك نو فالور افريكان. دونك اون اي كابابل d'alterner les deux et je pense que c'est un peu aussi peut-être un football du futur avec la technique des Africains, la rigueur tactique et le réalisme des Européens. Pour l'alternative, on est difficile à battre et c'est ce que j'essaye de faire. Alors des fois Lyon ça me réussit, peut-être des jours Maradjib. Moi je suis surtout content pour les joueurs. Ça un achouti un acte de réalité à Kofia et Tratlo Tekin Fuglet Diallo. اي واحد باغي يموت معنا اي سا سي بلو بو افوار كو لا تاكتيك سي بلوس ليتا ديسبري كي مانتيريس. اشرف حكيمي، ما هو الشعور الذي ينتاب حكيمي عندما يلعب للمنتخب؟ فور ماي كونتري يو نو بلاي ويز مونوكو از سمثين اميزينغ. في الحقيقة شعور لا يوصف، لأنك عندما تلعب للمنتخب الوطني المغربي تلعب للمغرب،
تحمل الألوان الوطنية، وهو إحساس لا يوصف لكون الجماهير الكبيرة تعشق كرة القدم. وهناك فرق كبير بين اللاعب للنادي والمنتخب، أن تلعب للوطن مناسبة كبيرة ويتمناها كل لاعب في مشواره، لأنك تكون على موعد مع التاريخ، والجماهير تنتظر بشغف مثل هذه الإنجازات لتعانق هذه المجموعة وهذا الجيل. كنت أحلم منذ الصغر أن أحمل القميص الوطني، اليوم كتب لي أن أكون من صناع هذا المجد الكروي، ونأمل في تحقيق الأفضل للمغرب. إذن وليد تحدث عن مجموعة من المعطيات والمفاهيم. مستعبيس سمعنا وليد يتحدث عن التضحية، يتحدث عن الثقة، يتحدث عن الروح الإيجابية. وليد يلعب على الوتر الحساس لتوحيد الرؤية بين اللاعبين وأيضا الجماهير. وليد بلمسة جديدة في المنتخب الوطني اليوم. عبيس نظرا اللي هو قريب لهم، يعني لا من ناحية السن ديالو قريب شيئا من اللاعبين، عارفين حياته، هو عارفين شخصيته. ووليد يعني اشتغل على جانب اللي مهم جدا، هي المجموعة، مكونات المجموعة خصها تكون عندك منسجمة، يعني متعاونة، عندها متآزرة، وعندها واحد الشخصية اللي تثبت أنها تقاوم أي يعني هجوم كاين، يعني كيجي قدامها كيصطاد قدامها واحد النسبة كبيرة. وبالتالي هاد العملية هذه باش تكون هاد المجموعة بحال كتكون واحد الفدائيين، يعني أنه كيحاول ما يمكن، أنه كيحاول ما يمكن. وهناك شفتي مجموعة من الإصابات، وكان نقاش مع حكيمي على أساس أنه يستمر ولا ما يستمرش، ولكن حاول هذاك اللاعب يقدم شيء كبير للمنتخب المغربي. وهنا أنه وضعهم في القالب ديالهم الحقيقي ديال المواطن المغربي وديال اللاعب المغربي، اللي كان عنده ثلاث مميزات: اولا الحاله العقليه المغربيه، الشخصيه المغربيه، المهارات والكفاءات ديالو الافريقيه، والاحترافيه الاوروبيه. وبالتالي هذا المزيج هو اللي اعطانا منتخب اليوم، اللي ان شاء الله مستقبلا غنحاولوا نديروا التحليل ديالو بالتدقيق، المراحل التنقل ديالو ونقاط القوه. ولكن حكيم الإصابة ديالو ولا جات ولا زياش الإرهاق ديالو، لأنه هو الرواق والممر القوي عندنا في المنتخب المغربي. نعم. كانت صافرة نهاية مباراة المنتخب المغربي ضد كندا بمثابة إشارة لانطلاق الاحتفالات بشوارع المملكة. نفس الأحاسيس، نفس الألوان، ونفس الامتنان المتقاسم لمجهود وتفاني الأسود في الدفاع عن ألوان المنتخب. خالد الخوت. من طنجة إلى القويرة وكباقي المدن المغربية، مدينة الرباط عرفت أجواء احتفالية، وذلك بعد الإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني المغربي الذي تمكن عن جدارة واستحقاق من التأهل لثاني مرة في تاريخه للدور الثاني لمنافسات كأس العالم، وذلك بعد فوزه المستحق هذا اليوم على نظيره الكندي بهدفين مقابل واحد، مكنه من تصدر المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل. مقابلة في المستوى الكبير، عاش المغرب وعاش السيده محمد السادس. فرحانين بالمغرب، فرحانين بليكيب، فرحانين بالكراكي، فرحانين بمالكنا، فرحانين وليكيب ديالنا كلها خدامه معنا فرحانه. الشعب كان متعطشات الفرحه هذه، والشباب كانوا رجال، وحتى الاطار الوطني حتى هو كان راجلوا وفرحونا، والشعب كان متعطش لهادشي هذا، وكنحييهم وكنقول لهم ان المغرب قلبا وقالبا معكم، والله ينصر سيدنا وعاش المغرب. الرباح
الفرحه ديال البيبل ماروكان شحال هادي ما شفناها الحمد لله ابري 36 ans ما تاهلنا ولا ما تكاليفينا للدور الثاني سي بيان ميريتي aujourd'hui ما غنفكروش للمستقبل كلكو سوا لادفيرسير ليكيب ماروكان اي زون بيان بري اولا مبروك للمنتخب المغرب مبروك للشعب المغرب كله انا عايز اقول لحضرتك ان مصر كلها النهارده بتحتفل وكل الدول يعني العربيه هم شرفونا طبعا منتخب المغرب هو اكتر منتخب متكامل من حيث نوعيه اللعيبه وجوده ادائهم هذا الإنجاز التاريخي أسعد كثيرا جميع المغاربة الذين خرجوا إلى الشوارع والساحات للتعبير عن فرحتهم بهذا التأهل المستحق للمنتخب الوطني وذلك لدور ثمن النهائي لمونديال قطر 2022 فبمختلف شوارع العاصمة الرباط المئات من المواطنين رجالا ونساء كبارا وصغارا عبروا عن فرحتهم بإنجاز أشبال المدرب وليد الركراكي الذين أبان عن قوة المنتخب الوطني في هذا المحفل الدولي العالمي Et félicitations et bravo l'équipe de Maroc. Bravo Hakim Ouziyech. Félicitations à la l'équipe nationale l'équipe nationale Djenna. Bravo Ziyech. On est Maghrébins avec le Canada. نفس أجواء الفرحة عرفت شوارع مدينة الدار البيضاء التي شهدت فرحة عارمة لساكنة العاصمة الاقتصادية وذلك مباشرة بعد انتهاء مباراة الأسود ضد نظيره الكندي المنتخب الوطني الذي يمكنه بقليل من الثقة والقتالية أن يذهب بعيدا في هذا المونديال مباراة حماسية كنشكروا اللعابة اللي داروا مجهود جبار وسيرتو المدرب يعني المدرب حتى هو كذلك موفاد فاز دو غروب 12 ماتشات رائعين هذا فوز كبير فوز تاريخي بعد معاناة ما اننا عانينا في هذه المباراة ولا سيما في الشوط الثاني فرحة إذن تتكرر لأسود الأطلس بالتأهل إلى الدور الثاني بعد إنجاز سنة 1986 بالمكسيك فهنيئا لأسود الأطلس ولنا كمغاربة بهذا الإنجاز التاريخي لكرة القدم العربية والإفريقية خالد فرحة الجماهير المتعطشة للفرح والانتصار ما زالت متواصلة لحد الساعة في شوارع المملكة وأنت قبل قليل كنت في شارع محمد الخامس صف لنا الأجواء وأنت وسط هذه الهبة الجماهيرية الكبيرة هي حشود كبيرة من الجماهير خرجت مباشرة بعد صافرة النهاية لتعبر عن فرحتها وتشارك كل الجمهور المغربي من طنجة إلى القويرة التي خرجت من أجل التعبير عن فرحتها وأيضا دعم أسود الأطلس قبل أن نتوجه إلى مدينة قلميم مع مراسلنا من هناك حافظ محضر أذكر بنتيجة مباراة وهي المباراة التي تهمنا نحن اليابان متفوق على إسبانيا في حدود الدقيقة 55 بهدفين لهدف واحد نحن دائما بعاني نتعرف على خصومنا خلال الدور القادم إذن الوجهة إلى قلميم كما قلت بأن الفرحة متواصلة إلى حدود اللحظة قلميم تعيش الحدث أيضا حدث تأهل المنتخب الوطني حافظ محضار كيف هي الأجواء عندك؟ وأنت محاط بهذه الجماهير الكبيرة حافظ مساء الخير هي أجواء استثنائية هنا بقليميم يعني فرحة غير مسبوقة تفجرت هنا ببوابة الصحراء المغربية بعد صافرة نهاية مباراة المغرب وكندا والتي توجت يعني جهود النخبة المغربية في هذا المونديال الكوني بالتأهل إلى الدور الثاني من نهائيات كأس العالم قطر 2022 يعني ساكنة قليميم عن بكرة أبيها خرجت لشوارع المدينة للاحتفال بهذا الإنجاز التاريخي الذي يعادل الإنجاز الذي كان قد بصم عليه أسود الأطلس في العام 1986 بمونديال مكسيكو يعني فرحة غير مسبوقة تستمر حتى الساعة بمدينة قليميم على غرار باقي ربوع المملكة يعني مجموعة من المواطنين مصرين يعني على التعبير عن ارتصاماتهم بعد هذا الفوز وهذا التأهل التاريخي للنخبة الوطنية إلى الدور الثاني من نهائيات كأس العالم يعني
يعني الانتصار وتأهل مستحق اليوم. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم ساكنة مدينة قلميم خرجت للتعبير عن فرحتها وعن وطنيتها الصادقة، ولتقدم التهنئة للرياضي الأول صاحب الجلالة الملك سيدي محمد السادس نصر الله وأيده. بعد هذه الملحمة الكروية الكبيرة ستتوالى الإنجازات، ستتوالى الأفراح، وسنرفع دائما رؤوسنا لأننا نحن المغاربة. وشكرا. كنشكر الفريق الوطني المغربي اللي دار واحد المجهود كبير وفرح للجمهور المغربي داخل الوطن وخارج الوطن، وكنشكر الطاقم التقني ديال المنتخب الوطني اللي فرح الجمهور خاصة ديال قلميم. نعم هي فرحة عفوية لجمهور وساكنة قليمي بهذا التأهل التاريخي وهذا الإنجاز الذي يعاد كما ذكرت الإنجاز الذي بصم عليه أسود الأطلس العام. هذا كان متوقعا حافظ محضار، كنت معنا من قليميم، نفس الأحاسيس ونفس الرغبة في التعبير عن الفرحة، هذا عادي جدا محضار. بعيدا عن مدينة قلميم رغم بعد المسافة وألاف الكيلومترات نتوجه إلى وجدة مع محمد بلاوي، نفس الأحاسيس نفس المشاعر نفس الدعم لأسود الأطلس نفس الأجواء. بلاوي مرة أخرى أنت وفي للرقادة، كنت معنا في المباراة القادمة السابقة بالرقادة، اليوم الرقادة ما زالت تواصل المشوار معك، كيف هي الأجواء هناك؟ بالفعل خالد الأجواء هنا رائعة جدا، سأختزل الكلمات بطبيعة الحال، وأيضا سأقول بأن سكنة مدينة وجدة فرحة جدا بهذا الإنجاز التاريخي، وأقول بأهل لسان وجدة من وجدة القويرة هذه برطية وتبريحة في خاطر أسود الأطلس وفي خاطر المغاربة. أسود الأطلس هو البيض حتى من الزهرة واري يخصالو، حتى من الزهرة واري يخصالو، غير من القذفة تشوف واش كاين ما ذيك الرصاص حالو. طبيعة الحال لي فرحانين بهذا الإنجاز التاريخي، مشيو نستقبلو بطبيعة الحال ناخدو بعض التصريحات. وشنو إحساسك والمغربي تأهل الدور المقبل للأخ؟ السلام عليكم. الحمد لله اليوم كمغاربة رحنا فرحانين، فرح يعني المنتخب، فرح المغاربة وفرح العرب وفرح الأفريقي، يعني حتى القارة الأفريقية. الحمد لله انا راه تفرجت لي دو بروميي ماتش اون بلجيك، سيتي نوتر امبيونس، لامبيونس لي ديفيرونت. انت من الجاليه؟ من الجاليه، و ديسيديت انني نجي اليوم نتفرج لو ديغني ماتش ايسي باش نشوف هاد لامبيونس مع هاد الفولكلور ديال المنطقه ديالنا، وحنا فرحانين وان شاء الله الميعاد موعد ديالنا لو 18 ان شاء الله بوغ لا فينال باذن الله. الله شكرا لك. شكرا. شنو الشعور؟ كلمات بطبيعة الحال ما استطعش أنه يلقى الكلمات باش يعبر عن الفرح ديالو. بطبيعة الحال ناخدو تصريحات أخرى، شنو شعورك وإحساسك المغرب توج؟ الحمد لله المغرب كامل فرحان، وكنشكروا المغاربة وشكروا المنتخب المغربي، والحمد لله فرحونا وفرحوا الشعب المغربي والشعب العربي بصفة عامة والأفارقة، وتحية وإن شاء الله موعدنا في 2018 إن شاء الله في الفينال إن شاء الله. إن شاء الله وتسلم حالك. تحية هذا العام إن شاء الله عام النصر وعام الفرح، ما يمكن إلا نقول هذا الجمع الأسود وجمع المغاربة وجمع الأشقاء اللي ساندونا في كل بقاع العالم. نتمنى إن شاء الله الدور المقبل إن شاء الله فوز كذلك، لأن عندنا فريق اللي نعتمدوا عليه وفي خاطر جميع، وديها يا شيح والريح من حتى السر قراقي والأسود والطيح. هاي الصورة جميلة جدا. هذه بطبيعة الحال الأخ خالد
الصورة هنا بمدينة وجدة. الصورة تتكرر في جميع الشوارع، تتكرر في جميع المدن المغربية، صورة الفرح، صورة الانتصار والاعتزاز بالمغرب. نعم بلاوي، كنت معنا من وجدة، ضبطت الإيقاع فعلا وقت للتصريحات ووقت للرقادة. القناة الأولى تشتغل الآن من أجل تغطية جميع الاحتفالات بهذا الإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب الوطني في مجموعة من المدن المغربية. نتوجه اللحظة إلى العيون بحيث أن الاحتفالات ما زالت متواصلة إلى حدود اللحظة. محمد بتاح من هناك، شعار ديما مغرب على الأكتاف وديما مغرب. مرحبا وسهلا بك ومرحبا بجميع المشاهدين. مدينة العيون اليوم الأجواء كلها أفراح بتأهل المنتخب الوطني الذي يمثل العرب كلهم. العيون تصنع الحدث كما قلنا، لا زال إلى حد هذه اللحظات احتفالات بكل شوارع مدينة العيون. الجماهير الساكنة خرجت من البيوت وأصبحت في الخارج لتشجع النخبة الوطنية وتؤكد على الالتحام مع أسود الأطلس، مع كتيبة وليد التي أبانت عن مستوى كبير واحتلت الرتبة الأولى. عندي هنا نوع من الجماهير التي أكدت إلا أن تشارك، كما تشاهد الصورة على أن الكل يريد أن يعطي رأيه، ولكن لغة الجسد فيها الشيء الكثير، ولكن سأستكفي ببعض الارتسامات للساكنة. ماذا يمكن أن تقول اليوم على تأهل المنتخب الوطني هذه الفرحة؟ اللي غنقوله هو أنهم اليوم هزلنا راسنا الفوق، والعالم كامل الحمد لله فرحان معانا، ومحمشي كنقولوا أنهم هما أولادنا، هما تاج فوق ريوسنا، وهزوا المغرب وهزوا بلادنا وهزوا الأمة العربية، وإحنا قدامهم ونتمنى النصر 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 الدائم. إذن لازلنا، ماذا تقولين؟ هناك إضافات عن فرحنا بزاف لأولادنا، الحمد لله اللي نجحوا ورفعونا روسنا ما شاء الله، اللهم لك الحمد، إحنا ديما مغاربة ما شاء الله. لا زال يعني الكل يريد أن يشارك كما تشوف الصورة، على أن الكل يريد يشارك اليوم النخبة الوطنية. اليوم الحمد لله الفرحة كبيرة في المغرب من طنجة للقويرة، والله يدومها نعمة إن شاء الله، والنصر لأولادنا اللي ضرك في قطر ورفضوا روسنا وفرحونا وفرحوا الأمة العربية كاملة، جزاهم الله خير. ونشكر ملي الأمهات اللي مشاو مع أولادهم اللي يشجعوهم، بما أننا نحن أمهات والله لكي لعد نحن كاملين فم. إذن هذه رسالة لوليد الركراكي لكل اللاعبين على الأمهات من مدينة العيون يساندوا أبنائهم، لأنهم يعتبرون اللاعبين أبنائهم. لا زال لدي الكثير، ماذا تقولين اليوم على المنتخب؟ الله الحمد لله، راهم فرحونا ورفضوا راية المغرب، والله متمنين لهم النجاح. وساكنة العيون من مدينة السفلى إلى العليا كامل مرقة شيوخ وشباب يحيوا الأسود، وعاش المغرب وعاش الملك. إذن الكل يريد يشارك، شنو تقول لنا اليوم على مشاركة النخبة الوطنية؟ اليوم كان نهار كبير بالنسبة لساكنة العيون خاصة، وبالنسبة للعرب كاملة، تأهل الفريق الوطني الأسود للثمن النهائي، هذا شرف لنا، رفعنا احنا روسنا كمغاربة ورفع روسنا كعرب بين الدول العالم كاملها، ونتمنى لهم التوفيق في الربع إن شاء الله. اليوم يعني عندك إضافات لأنك بغيتي تشاركي وتبيني على أن الأمهات والنساء يساندوا الأسود؟ السلام عليكم، احنا اليوم كنحيوا فريقنا الوطني وفرحانين، وتحية لجميع المغاربة والعرب بصفة عامة، وكنشجعوا الأمهات اللي مشوا مع أولادهم، وإحنا راه مع الأمهات اللي مشوا مع أولادهم. إذن الكل هنا يريد أن يشارك، يريد أن يعطي رأيه، ولكن لا يمكن إلا أن أترك لهم بهذه الاحتفالية، وأشكركم والخط لكم. والنبيك محمد فتاح، كنت معنا من مدينة العيون، شكرا لكل ساكنة أهل الجنوب ساكنة مدينة العيون على هذه الحفاوة، أيضا على الدعم الكبير للمنتخب الوطني أينما حل وارتحل. نواصل جولتنا عبر المدن المغربية، ودائما الاحتفالات متواصلة لحدود الساعة بالإنجاز الكبير للمنتخب الوطني. الوجه الآن إلى مدينة القنيطرة، محمد أو مهدي محب،
من هناك مادي كنت معنا طيلة اليوم من مدينة القنيطرة، لعل الأجواء باردة لكنها ساخنة بهتافات الجماهير، نسمع أصوات الجماهير تهتف بالمنتخب الوطني، كيف هي الأجواء عندك محب؟ نعم زميلي خالد أزدون، إذن مباشرة بعد نهاية مباراة المغرب وكندا انطلقت الأفراح والاحتفالات في مدينة القنيطرة، خرجت الجماهير إلى مختلف الشوارع خصوصا هنا في مركز المدينة، توقفت حركة المرور وامتلأت الشوارع عن آخرها، جهود كبيرة تبذلها السلطات الأمنية لمرور هذه الاحتفالات في أفضل الظروف، وبطبيعة الحال في المقابل كان هناك تجاوب كبير من طرف الجماهير المغربية مع هذه المجهود. الاحتفالات جاءت بعد فوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الكندي بهدفين مقابل شيء، ليتصدر المغرب المجموعة السابعة بالسادسة عفوا بسبع نقاط في انتظار خصم المنتخب في دور الثمن النهائي. إذن أجواء في مدينة القنيطرة كما قلت زميلي خالد أزدون برودة الطقس، لكن على مستوى الاحتفالات كانت هناك حرارة كبيرة وكبيرة جدا كما تلاحظون بجانب العديد من الجماهير المغربية التي عاشت هذه الاحتفالات مباشرة بعد انتصار المغرب على كندا. السلام عليكم. بداية المغرب الحمد لله حقق نتيجة إيجابية أمام كندا وتأهل الدور الموالي، كيفاش عشتي المباراة وكيفاش عشتي الأجواء ديال الاحتفال بعد نهاية اللقاء؟ منتخب اليوم لعب مزيان وبرافو على وليد الركراكي، غير عارف التشكيل اللي لعب بها، واحسن حاجه دارت الجماعه جابت مدرب مغربي عارف المغاربه شنو باغيين، برافو على اللعابه داكشي اللي داروا في هذا المونديال وديما مغرب. نعم نفس السؤال، المغرب الحمد لله حقق نتيجه ايجابيه، اداء كان متميز طيله المباريات الثلاثه في الجوله الاولى، شنو بامكانك تقول لنا على الاداء وعلى النتيجه وعلى الاحتفالات ايضا؟ اولا قبل كل شيء كنشكر الاولى على التغطيه ديال هذا الحدث التاريخي والذي يعيد نفسه، وكنبغي نقول برافو الركراكي لان سور لو بلون ديال لي كونفيرونس ليغال كنشوفوا ان طبقها، وبرافو على المنتخب الوطني، برافو برافو برافو. نعم اذا هناك اشاده بوليد الركراكي واشاده باللاعبين. من بين الجماهير كنشوفوا النساء، النساء اليوم اللي يشجعوا المنتخب الوطني المغربي، شنو بامكانك تقولي لي؟ كنشكر المنتخب، اول حاجه كنشكر المنتخب المغربي اللي عطانا هذا الفوز يستحق عليه، وشكرا على المدرب ديالنا وليد الكراكي اللي عطى يعني دار بطرق بالفريق للمنتخب وعطانا فوز كبير يعني، وفرح الجمهور والدول العربيه بكاملها، راها فرحه لا توصف لمدينه القنيطره بكاملها. شكرا بزاف. طبيعه الحال المدينة. والمغرب ما نساوش المغرب كامل داخل الوطن او خارج الوطن. شكرا. اذا هي الاحتفالات في مدينه القنيطره بطبيعه الحال وفي جميع ربوع المملكه وايضا مغاربه الخارج يحتفلون بهذا الانتصار. ما رايك في اداء المنتخب خلال مباراه كندا؟ حقيقه كان تاهل مستحق وتاهل تسنيناه من 1986. تحيه للمدرب الركراكي، تحيه للاسود الاطلس اللي بينوا انهم فعلا اسود، وبرافو على المغرب، ونتمنى انه يكون اداء حتى في المقابلات المقبله ان شاء الله يكون اداء جيد. نعم بامكانك تقول لنا كيفاش عشتي الاحتفالات مباشره بعد نهايه المباراه؟ الجمهور القنيطري معروف من احسن الجماهير في المغرب، كلشي كان فرحان، الغوات الصداع، ولكن الحمد لله داكشي اللي كنا خايفين منه راه ما تحققش، كلشي كان خايف ان كندا تربح، ولكن الحمد لله انا شجعت كندا باش تخسر وراه خسرات الحمد لله. وكل كما كنشوفوا راه كلشي فرحان، انتم الاجواء باقين، كلشي فرحان هنايا، راه الناس كلشي كيغوت، وان شاء الله راه غنتاهلوا ونزيدوا نتاهلوا، راه معروف المغرب راه ولا من احسن المنتخبات. نعم هذا الصغير ايضا بدوره تابع مباراه المنتخب وكندا وخرج الى الشوارع للاحتفال بهذا الانجاز، ماذا يمكنك ان تقول عن هذا الاداء والنتيجه؟ تنشكروا وليد الركراكي على التشكيله اللي عطانا في المونديال 2022 قطر اللي نقدروا نديروا فيها شي حاجه، وصافي وهادشي ليك. ديما مغربي. اذا الاجواء ما تزال متواصله، احتفالات متواصله هنا في شوارع مدينه القنيطره، منبهات السيارات، الجماهير ما تزال تجوب الشوارع مجمله ومزينه بالرايات والاعلام، اذا في انتظار خصم المنتخب الوطني المغربي في دور ثمن النهائي. اعود اليك خالد أزدون لتكمن مراسلاتك مع الثنائي الاخرين.
تحيه الاسدون. مرحبا، كنت معنا من مدينه القنيطره طيله هذا اليوم لنقل الاجواء هناك بمدينه القنيطره. نحن دائما بعين على المباريات المجموعه التي تخصنا التي سوف نواجهها في دور الثمن لحدود الدقيقه 72. كوستاريكا متفوقه على المانيا بهدفين لهدف واحد. خلينا نرجع لهذه المجموعه، يعني الامور فيها تبعثرت راسا على عقب. الأولى تواصل تغطيتها لهذا الحدث الكبير والهام الذي يشغل جميع المغاربة. الوجه الآن إلى مدينة طنجة مع أنيسة بومهدي من هناك. أنيسة، يبدو أن برودة الطقس لم تمنع الطنجيين من أجل مساء الخير خالد. ساكنة مدينة طنجة تواصل أفراحها بعد فوز المنتخب الوطني وتأهله للدور الثاني متقدما في مجموعته. مدينة طنجة المدينة التي لا تنام، يبدو أن هذه الليلة ستكون استثنائية بكل المقاييس. الأفراح في كل مكان، والمشاعر الوطنية الصادقة لا تخطئ عين، والأعلام الوطنية حاضرة، فرحة لا توصف. مبروك لنا جميعا بهذا الإنجاز، والحلم أصبح أكبر للذهاب بعيدا في هذه الكأس. شارع محج محمد السادس المتواجد على طول كورنيش مدينة طنجة مملوء على آخره بالمواطنين الذين يواصلون فرحتهم والذين يأبوا أن يناموا. كيف ننام وأسود الأطلس تزأر في مونديال قطر؟ كاميرا الأولى ستلتقط ارتسامات بعض المواطنين المتواجدين معنا. كيف المشاعر ديالك بعد الفوز؟ السلام عليكم. اللي كنشوفوا دابا اليوم النهارده فرحه كبيره. اللي كتشوفوا هنا في معطريق هذيك المرايه ديال المغرب، واخا تمشي فين ما بغيتي عمرك ما جات جوار الدوله بحال المغرب، ومغاربه ده هنا ومغاربه ده الخارج اليوم كاملين فرحانين. شكرا بزاف. كيف تلقيتي هذه النتيجه؟ اول شيء شكرا لقناه الاولى المغربيه، المغرب الذي صنع الحدث، صنع التاريخ، صنع الفرحه، ادخلها على قلوب كل العرب، ليس المغرب فقط بل كل العرب، وعلى الامازيغ والمسلمين كافه. شكرا لكل العرب الذي ساندونا يعني داخل الملعب وخارجه. يعني فرحه وشعور لا يوصف. هذه الفرحه ما عشناهاش منذ سنه 2004 لما تاهلنا الفينال امام تونس. يعني كانت خيبه امل في الفينال، لكن احنا الان يعني جددنا هذه الفرحه هذه بفوز المنتخب الوطني المغربي وتصدر مجموعه وتاهل الدور الثاني. الحمد لله احنا جد فرحانين. شكرا لكم مره اخرى. شكرا. انت كيفاش تلقيتي هذه النتيجه؟ انت من المشجعين ديال الفريق. كنت فرحانه بزاف، وكنتمنى ان المغرب هي اللي تدي كاس العالم هذا العام باذن الله. شنو غادي تقول لنا انت ولدي بالفرحه وهذا اللي كتعم المدينه ديال طنجه؟ كيفاش تابعتي المباراه؟ كيفاش لقيتي هذه المباراه في الشوفه؟ الصراحه الماتش كان دايز زوين. الجو خداروا اللي في جهدهم، هادشي كله هاد لا فيكتوار اللي دايرين بفضل الركراكي. وكنبغي ندير واحد ديديكاس لافامي ديالي والدراري صحابي كاملين وديما مغرب. شكرا. نعود الى اجواء الفرح التي تطبع بحج محمد السادس هنا بطنجه. متعه، اصرار، قوه، التحام وفن، هكذا كان المشهد باستاد الثمامه، وهذا هو المشهد هنا بمدينه طنجه. ما شاء الله والله اكبر على منتخبنا الوطني. ربنا يديم علينا الانتصارات ونعمه الاستقرار التي ينعم بها هذا البلد الأمين بفضل السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة. صورة مشرفة أهدانا إياها فريق أسود الأطلس، ورسم البسمة على ملايين المغاربة سواء داخل المغرب وخارجه. خالد، نتركك مع هذه الصور. شكرا لك أنيسة بومهدي، كنت معنا من مدينة طنجة. أكيد بأن الفرحة مشتركة لحدود اللحظات، تعبر عن سعادة غامرة للجمهور أو لساكنة المدن المغربية عبر ربوع المملكة من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها. نواصل تغطيتنا لهذا الحدث، نتوقف مع هذا التقرير حول دائما أجواء الفرحة بالمملكة.
الجزائري كانوا رجاله. السير الكراكي تبارك الله التاكتيك ديالو كان ديال الشكوشه ديال العلماء. مرحبا بكم انتم في هذه المدينه الرياضيه، مدينه كره القدم بامتياز، وانتم تشوفوا الشعب المغربي فرحان. تنهنيو وتنهنيو المغاربه بهذا الامطار. في الحقيقه كنهني كنقول هنيئا للمنتخب المغربي، كنهني هذا الفوز للمغرب والعرب عامه والمسلمين جميعا. هذا فخر واعتزاز لكل مغاربه وكل عرب. هنيئا لنا جميعا وهنيئا للملك ديالنا محمد السادس. احنا فرحانين بزاف 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 بزاف. الله ينصرنا الله ينصر سيدنا. بارك الله عليهم، فرحنا بزاف. شكرا. احنا بزاف المغرب لعب مزيان وربحنا واحد تأهلنا. كبيرة باش عشت هاد المرحلة وتبعت الماتش، واخا انا مرة كبيرة تبعت الماتش حبا في الوطن. كنتمنوا ان شاء الله المقابلات الجايين ان شاء الله نربحوهم ان شاء الله بزوج لصفر. كنتمنوا ان شاء الله نطلعوا للقمة ان شاء الله، نديو الكاس ان شاء الله. الف مبروك للمنتخب الوطني، وان شاء الله نزيدوا القدام ان شاء الله بانتصار اخر على الفرقه اللي غادي نلعبوا معاها في الدور الثاني ان شاء الله. الفرحة مشتركة بين الشعب المغربي بهذا الإنجاز الكبير والتاريخي للمنتخب الوطني. الوجه الآن إلى مدينة الدار البيضاء، معنا من هناك أمين الهناوي. أمين، نعلم بأن مدينة الدار البيضاء بقطبيها الرجاء والوداد، كرة القدم تعشق هناك حتى النخاع، لكن اليوم لا مجال للحديث عن الناديين الكبيرين، الحديث عن المنتخب، عن الإنجاز الذي حققه اليوم. كيف هي الأجواء عندك أمين بالمدينة التي لا تنام؟ أخي خالد، هنا بالدار البيضاء فرحة عارمة للجماهير البيضاوية بعد هذا الفوز التاريخي وتأهلي للدور القادم، وأيضا تصدر المجموعة عن جدارة واستحقاق أمام أقوى المنتخبات العالمية. فرحة بالدار البيضاء عمت مختلف الشوارع مختلف الساحات. نستضيف بعض الجماهير البيضاوية لمعرفة فرحتها بعد هذا الفوز. إذا كيف شفتي الفوز على المنتخب الوطني وتأهل؟ أنا فرحانة بهم بزاف 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 بزاف، حيت أداو زعما أداء رائع وديما مغرب، وشكرا لهم حيت فرحونا بزاف هذا النهار. كنتو تتوقعوا هذه النتيجة وهذا الأداء؟ أييه الحمد لله فرحونا والحمد لله وصلنا النتيجة اللي بغينا وفرحونا ديما مغرب. إذا المغرب تصدر هذه المجموعة عند جدارة واستحقاق، وأيضا لقاء قوي اليوم أمام كندا، كيف شفتي هذا اللقاء؟ لقاء جد جيد، وحنا فرحانين بهذا الفوز، وكنشكروا المنتخب المغربي على هذا الفوز هذا، وكنهديو هذا الفوز هذا لسيدنا الله ينصره والوليدات ديالي محمد امين ومنتصر بالله. حماس المنتخب الوطني والقوة ديالو في هاد كأس العالم كيفاش شتي؟ والجماهير المغربية كانت متوقعة هاد النتيجة وهاد الأداء؟ صراحة حنا كنتوقعوا هاد النتيجة هادي، لأن صراحة المدرب ديالنا كبير، كنشكروه بزاف، وكنشكروا اللاعبين ديالنا اللي قدموا واحد المباراه قويه، وكنشكرهم بزاف على التاهل لدور 16. اذا ننتقلوا لاحد الجماهير البيضاوي، كيفاش شتي هذه النتيجه؟ وايضا الامطار الخير ما منعتكمش باش تخرجوا وتعبروا على الفرحه ديالكم؟ الحمد لله، هذه نتيجه مشرفه لينا كاملين المغربيين، وتنشكروا الاطار الوطني وليد الركراكي واللاعبين كاملين اللي قاموا بمجهود كبير، والحمد لله. نتمنى هذا الانتصار هذا يكون في الدور الثاني، ونحققوا داك الشيء اللي بغينا ان شاء الله، ونفرحوا هاد المغاربه هادو كاملين ان شاء الله الرحمن الرحيم. ننتقلوا للاطفال الصغار اللي خرجوا رغم الامطار
الدار باش يعبروا على الفرحه ديالهم. كيفاش شتي الاداء تاع المنتخب الوطني؟ الاداء كان جد جد ممتع، وكانوا كيلعبوا تيكي تاكا زوينه، زياج حكيمي بزاف ديال اللاعبين، وكوتش وليد الركراكي كان مدرب زميل زوين بزاف وديما مغرب زوين. بالنسبه لك الاداء تاع المنتخب الوطني اليوم وايضا المحطه القادمه ان شاء الله، فين تتوقع يوصل المنتخب الوطني؟ الفريق الوطني عطى اداء زوين في هذه المباراه ولعبوا مزيان وديما مغرب. إذا المحطة القادمة إن شاء الله تنظنوا إما الخصم ديالنا إما إسبانيا أو ألمانيا، كيفاش تشوف إن شاء الله القادم مع المنتخب الوطني والأداء تاع المنتخب الوطني في اللقاءات القادمة؟ الحمد لله نو سوم دي ليون، لي ماروكان سون دي ليون، ولو ليون سي لوي كي جير لا جانجل. حنا هذا بالنسبة لنا ستان فينال، ديجا حنا أوني كاليفيي الحمد لله، وهاد المباراة هذه تناديو هذا النجاح هذا ملكنا والشعب والعائلة وكل شيء المغاربة إن شاء الله بحول الله. وهادشي اللي صبات ستان سامبول تاع لا تريومف ان شاء الله. اليوم الدار البيضاء كلها خرجت باش تعبر على الفرحه ديالها، كيفاش شتي هذا الاداء وهذه القوه ديال الفريق الوطني؟ الحمد لله المنتخب الوطني المغربي اليوم فرحنا وفرح كاع الجماهير المغربيه، والحمد لله تمكنا من المرور للدور الثاني ان شاء الله، وان شاء الله غنجيبوه ان شاء الله. اذا فرحه عارمه للفريق الوطني وقوه في الاداء وفي الحضور في هذا كاس العالم. عوده اليك خالد. شكرا لك أمين الهناوي، كنت معنا من مدينة الدار البيضاء. الحديث كان الحديث عن خصمنا في المباراة القادمة، فالمجموعة هناك انقلبت رأسا على عقب كوستاريكا تعادلت أو ألمانيا تعادلت للتو مع كوستاريكا، جاء الهدف في دقيقة 74. اليابان ربما ما زالت متفوقة، الزملاء سوف يؤكدون لذلك، متفوق على إسبانيا بهدفين لهدف واحد. إذن الخصم سوف نتعرف عليه أكيد عقب نهاية هذه النشرة. نبقى دائما بمدينة الدار البيضاء إلى الجهة الأخرى كورنيش المدينة، من هناك رضا عماو. رضا الأمطار بمدينة الدار البيضاء شهدتها اليوم أمطار غزيرة، برودة الطقس، رغم ذلك أرى بأن الجمهور ما زال يحتفل وما زال يتواصل أو يواصل احتفالاته بكورنيش العاصمة الاقتصادية. أكيد زميلي خالد، فالجماهير رغم الأمطار المتهاطلة خرجت انتشاء بالفرحة وبفوز المنتخب الوطني المغربي بهذا الفوز التاريخي وهذا العبور التاريخي. وهنا بجانب بعض الجماهير، إلى كان ممكن تقولي لنا كيفاش عشتي هذه الفرحة؟ أنا فرحانة بزاف، وكيف ما قلتي بأننا واخا هاد الأمطار وهذا الشيء خرجنا الوليدات يفرحوا، وتبارك الله الناس فرحانين وكنتمنوا ليهم ياخذوا الكأس إن شاء الله. بالنسبة لي كيفاش عشتي المباراة؟ فرحان، كنت تعديت كل شيء الحدود، وعندنا آمال باش نوصلوا للنهاية إن شاء الله. إن شاء الله بحول الله. بالنسبة لي كيفاش عشتي المقابلة اليوم؟ أنا فرحانين حيت ربحنا ضد كندا وأول فرقة عربية وأفريقية غدوز السيزيام، ونتمنى ونربحوا كاس العالم ان شاء الله. فزميلي خالد كما قلت الاسود زائرت بقطر والجماهير المغربيه منتشيه هنا تحت المطر، فهنيئا للمنتخب الوطني المغربي لقد عبر، وان شاء الله فوز تاريخي، وان شاء الله نبصم على مشاركه متميزه ان شاء الله باذن الله بهذا المونديال التاريخي ان شاء الله بمونديال قطر. معروف بحماسته الكبيرة في المواعيد الرياضية الكبيرة. فقط ألمانيا تسجل الهدف الثالث في هذه اللحظات في الدقيقة 85، متفوقة على كوستاريكا بثلاث أهداف لهدفين. إسبانيا أو اليابان متفوقة على إسبانيا بهدفين لهدف واحد. نواصل جولتنا عبر المدن المغربية، الوجهة الآن إلى فاس حيث قال فيها ابن خلدون: فاس حيث الملك يزأر ومعالم العلم تزخر. من هناك ياسر مربوح أو ياسر العمراني، من هناك زميلنا من فاس. ياسر، لا لغة في مدينة فاس اليوم إلا لغة التشجيع، لغة كرة القدم، لغة التعبير عن الفرح بخصوص ما قام به المنتخب الوطني. الحمد لله
خالد في هذا المباشر من مدينة فاس. أكيد لن أحتكر الكلمة، فلا صوت يعلو على صوت الأسود ولا صوت يعلو على صوت الجماهير. أبدأ برانيا، كيف جاك المنتخب اليوم؟ أنا فرحانة بزاف الفوز للمنتخب، وكنتمنى من المزيد إن شاء الله وديما مغرب. نمشي كذلك عند سهيل اللي عنده 9 سنين، وسهيل عارف بان هذه اللحظه غادي تتذكرها حياتك كامله. نعم ممكن، نعم هذا الحدث غادي يبقى مرسخ لي في البال ديالي حتى نكبر، وكنشكر وليد الركراكي على هذه الخطه اللي قدم للمنتخب، واللاعب اللي كيعجبني في المنتخب الوطني ديالنا هو زياج اللي كيتميز بالمراوغات والخفه. كي جاك الاداء ديال اسود الاطلس اليوم؟ اولا مبروك علينا التاهل التاريخي، وكنهديوه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس وهذا الشعب الجميل الرائع، وكنتمنوا له الشفاء العاجل. وعندنا الحمد لله عندنا مدرب جيد الحمد لله. اذا كذلك كلمه لهذا السيد، اكيد ربما عشتي احداث او مونديال 86، كي جاك المنتخب؟ طبعا عشنا هذه الاجواء ديال الفرحه، هو انتصار تاريخي، كانت الفرجه كان اللعب. هنيئا للمنتخب الوطني وهنيئا للاطار الوطني وليد الركراكي، ومتمنيتنا ان شاء الله بالانتصار في المقابلات المقبله ان شاء الله. فقط كلمه، هذه الجماهير التي ترونها انتظرت ازيد من ساعه من اجل التعبير على فرحتها، واكيد اترككم مع هذه الاهازيج التي تبين فرحه الجمهور المغربي وفرحه الجمهور الفاسي على الخصوص. كنت معنا من فاس، نفس الأجواء تقريبا تعيشها جميع المدن المغربية. نعود مرة أخرى إلى مدينة الرباط، بحيث مباشرة بعد صافرة الحكم لنهاية المباراة اجتمعت حشود من الجماهير بوسط العاصمة الرباط. معنا من هناك عبد الحميد جبران. جبران كيف هي الأجواء عندك عبد الحميد؟ أول وجه الآن إلى مراكش مع الزميل محمد بن تركة. عيناك محمد يعني في طيلة هذا اليوم الأمطار الغزيرة هناك بمدينة مراكش على الساعة 7 لم تمنع الجماهير من الاحتفال، ولا زالت تحتفل لحد الآن، أرى حشود كبيرة وراءك بن تركة. أكيد زميلي خالد، مدينة البهجة مبتهجة بهذا الفوز، بهذا التأهل، وباستحقاق أسود الأطلس. زعروا، كانوا أسودا في نسخة قطر 2022. أكيد وليد الركراكي كان المعيا على رقعة الشطرنج، كأنه لاعب ماهر في لعبة الشطرنج، عرف كيف يلاعب كرواتيا وما أدراك ما كرواتيا، وكيف يتلاعب ببلجيكا. واليوم بحيطة وحذر تمكن من الفوز على منتخب نعم مغمور كندا، لكنه كان قوي في الشوط الثاني. لن أطيل خليل، يوم صاخب بمدينة النخيل، بالمدينة الحمراء، بمدينة البهجة، وهنا أتواجد بشارع محمد السادس الذي كان صاحبا جماهير تغنت بالنشيد الوطني. المشجعون كثر، استحقنا اليوم كنشكر المنتخب الوطني على هذا الفوز هذا، حنا كاملين فرحانين، وكنشكر وليد الركراكي على هذا الفوز هذا. ديما مغرب، الجماهير كثر، الكل يريد ان يتكلم. طيب اليوم انتصار باستحقاق المنتخب الوطني. اليوم الدراري كانوا واعرين بزاف، وقفوا ند المنتخب الكندي اللي ضغط علينا في واحد الوقت من الماتش، ولكن وليد الركراكي بالحيطه ديالو والحنكه ديالو كمدرب استطاع انه يربح الماتش ويربح 3 نقاط ونتكلاصاو حنا الاولين في هذه المجموعه هذه.
هي أجواء صاخبة، أجواء من الفرح، أجواء من السرور، أجواء من كنت معنا من مدينة مراكش، أجواء بالفعل صاخبة، الكل يريد أن يعبر عن فرحته بهذا الإنجاز ولو الحق في ذلك. نحن هنا من أجل إيصال هذا الصوت. نعود مرة أخرى لمدينة الرباط، عبد الحميد جبران. عبد الحميد مساء الخير، أكيد بأنك انتظرت طويلا لكن الحماس هناك سينسينا كل هذا التعب، حماس الجماهير التي تريد أن تعبر عن فرحتها بفوز المنتخب الوطني وتأهله يعني المجموعة السادسة. مساء الخير لك خالد ولكل المشاهدين الكرام، فعلا يا لها من أمسيات ويا لها من أجواء ويا لها من فرحة هنا بالعاصمة الرباط، كما باقي مناطق المملكة فرحة صنعها أبطال المنتخب الوطني المغربي الذين صنعوا الحدث اليوم بتحقيقهم لثاني انتصار في هذه المجموعة وتصدرهم للمجموعة السادسة وبالتالي التأهل لدور الثمن لثاني مرة بعد 36 سنة من الانتظار. الجماهير الرباطية ورغم الأجواء الباردة والمطيرة خرجت لمختلف المقاهي من أجل تشجيع المنتخب ومؤازرته بكثير من الحماس هذه الجماهير، ومباشرة بعد نهاية المباراة خرجت إلى الشوارع من أجل التعبير عن فرحتها. ومعي هنا جانب من الجماهير، إذا نبداو معك أنت، كيفاش عشتي الأجواء ديال المباراة؟ المباراة كانت في المتساوى وفرحونا المغاربة وديما مغرب الوالدة كنبغيك. شكرا، ننتقل إلى مشجع آخر. إذا المنتخب اليوم تأهل للدور الثاني، كيفاش كتشوف الحظوظ ديال المنتخب في الدور الثاني أمام منتخبات أيضا قوية لأجل مواصلة نفس الأداء؟ هو صراحة كما إذن أكيد أن جبران سيختفي وسط هذه الحشود بين الجماهير التي تريد أن تعبر عن فرحتها، هذا حق مشروع نحن نقوم بتغطية لجميع المدن المغربية. نصل الآن لتقرير آخر ولهذه الصور، لهذه الصور التي تعبر مرة أخرى عن انخراط جميع المغاربة في هذه الفرحة. فرحة كبيرة تنفتخروا فيها بالفريق الوطني ديالنا، تنفتخروا بالحماس اللي يعطونا، نفتخروا بالأدرينالين اللي يعطونا، هذا فوز إن شاء الله وما زلت ينتظرنا نصر آخر ونصر آخر إن شاء الله. احنا فرحانين بزاف بهذا الانتصار اللي خو المنتخب المغربي، وكنشكروا وكنرسلوا هذا الانتصار لملكنا الله ينصره والله يحفظه، وديما مغرب ديما مغرب. فرحانين مدينة أزرة الله يحفظ بصغيرنا بكبيرنا، الحمد لله على هذه الفرحة. بغيت نشجع المنتخب المغربي وبغيت نغلبو في كأس العالم وغلبو في الماتش الجاي. فرحانين بزاف كنتفرجوا المنتخب، اول حاجه كنقول شكرا لوليد الركراكي على هذا الاداء الجميل اللي كيقدم المنتخب ديالنا، وفرحانين بزاف. فرحانين بزاف صراحه الله، واحد الجو عائلي مغربي وان شاء الله مربوحه وديما مغاربه، وحنا ديما 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 مع المنتخب ديالنا. والله الوطن الوطن الملك مربوحه. الحمد لله كما كتشوفوا الاجواء جميله جدا وكلشي نشط الحمد لله، والحمد لله كما كتشوفوا المغاربه كاملين فرحانين، وكما كتشوفوا راه 98 ما تفرحنا كما فرحنا في الخطره هذه، ودابا الحمد لله كلشي فرحان، ونتمنى الله سبحانه وتعالى نفرحوا هنا نفرحوا العرب كاملين وافريقيا، وغنمثلوا افريقيا بواحد الطريقه اللي هي جميله جدا الحمد لله. يبان المغرب
فرحانين بالمنتخب الوطني، فرحنا. هذا فرح كبير لنا وجميع المغاربه، وهذه هديه لسيدنا. حيا المغرب، حيا المغرب، حيا المغرب. الدراري لعبوا مزيان ومبروك علينا التاهل، حنا الاولاد. المغرب وعيش المغرب، واللعبه كانوا رجال ولعبوا مزيان وتقاتلوا، ووالد الركراكي يعاونهم ولعبوا مزيان، وديما مغرب. مبروك على الشعب المغربي كله، ومبروك على الملك ديالنا، الله ينصروا لينا ان شاء الله ويحفظوا لينا ان شاء الله. الحمد لله على هذا الفوز اللي تحققناه اليوم، تاول دور 16 الحمد لله من 86 وما تاهلناش. فرحنا سيدنا الله ينصروا، فرحنا شعبنا، فرح الجميع العرب. تاول الدور الثاني لجميع المغاربه الموجودين داخل المغرب وخارج المغرب، وتنقول لهم ان شاء الله هذا الكاس العالم ان شاء الله نكون كنشرفوا الامه المغربيه وحتى الامه العربيه وحتى شمال افريقيا. ونواصل تغطيتنا كما قلت للاحتفالات، احتفالات المغاربة بمرور المنتخب الوطني للدور 16 لمونديال قطر. نتابع هذه الصور الحية من مدينة الدار البيضاء، بحيث الاحتفالات ما زالت متواصلة لحدود اللحظة عبر الشوارع الكبيرة للعاصمة الاقتصادية، كما هو الشأن بالنسبة لجميع المدن المغربية. المملكة المغربية لن تنام اليوم محتفلة بالمنتخب الوطني. الحديث عن تألق المنتخب الوطني لا يمر دون الحديث عن دعم لا مشروط لكل الجماهير المغربية. أعداد كبيرة رحلت لقطر لتكون أو لتكون سند عن قرب، بينما توجه كل المغاربة بأرض الوطن وخارجه بالدعاء لمنتخب شرف ورفع رأس كل المغاربة، فكان الإنجاز مغربيا خالصا. سمير أصبان ونور الدلوابعني. حين تزأر أسود الأطلس في ملاعب المونديال، أسود أخرى تزأر هنا في المدرجة. جمهور مغربي يترفس الساحرة المستديرة، ينبض قلبه بالأحمر والأخضر. هتافات لا تتوقف، تشجيعات لا تنقطع، وتصفيقات متناغمة تعزف ألحان الانتصار. من كل بقعة في المملكة قدموا وأسروا على الحضور هنا في قطر لمساندة مستميتة للأسود في كل خطواتها وهي تهز شباك الخصوب. لا يجمعهم هنا عشق الساحرة المستديرة فقط، بل يسكنهم حب منتخب لا يليق به إلا الانتصار. منذ المباراة الأولى في المونديال إلى التأهل نحو الدور ثمن النهائي، بحماس عارم ينشد صناعة التاريخ على ميدان الملعب. لم يتوقف الجمهور على دعمه للأسود بروح رياضية وبالكثير من العفوية التي تنم عن أصالة مغربية. وداخل الوطن أصوات وهتافات المشجعين تزداد قوة. في الشوارع، في الساحات، في المقاهي وفي البيوت، الكل مشدوه أمام الشاشات، بعيدون عن ميدان المعركة لكن قلوبهم معلقة بحب قميص المنتخب الوطني. أمام الشاشات همسات الأمهات وهتافات الصغار تواكب بالكثير من الأمل ما ستوقعه أقدام الأسود. إنه جمهور مغربي تفرد في التشجيع
كما الاحتفال بالانتصار، انتصار صنعه المنتخب الوطني بأقدام نجومه، لكنه تحقق أيضا بإرادة جمهور حالم متعطش للفرح. وتأكد بعد لحظات أن خصم المنتخب الوطني المغربي خلال دور 16 لمونديال قطر سوف يكون هو المنتخب الإسباني بعد احتلال المركز الثاني في مجموعته. نتحول لفرحة والأجواء التي عاشتها جاليتنا المغربية بمختلف الدول، والبداية من كندا. يعني رغم برودة أحوال الطقس الكندي ورغم أن الخصم كان منتخب كندا، إلا أنهم خرجوا للتعبير عن هذه الفرحة. من كندا إلى سويسرا، حيث أبت الجالية المغربية المقيمة هناك إلا أن تخرج من أجل التأكيد على قوة المنتخب الوطني وعلى الإنجاز الكبير، محتفلة بالإنجاز الكبير الذي حققه. وغير بعيد عن سويسرا، نفس الأجواء، نفس الشعارات، ترديد النشيد الوطني، هكذا عاشت الجالية المغربية المقيمة بفرنسا أجواء الاحتفال بإنجاز المنتخب. حنا جالية في أوروبا فرحانين بهذا الماتش اللي عملوا المغاربة ديالنا، وطلعوا لنا السمعة ديالنا في العالم كامل، ولا ينصر المغرب ولا ينصر سيدنا. حنا الحمد لله حنا فرحانين وحنا مع المغرب إن شاء الله، ولا ينصر سيدنا وكل شيء مزيان الحمد لله، وفرحانين وحنا نزيدوا القدام حتى الآخر إن شاء الله. حنا من الجالية المغربية بفرنسا، الحمد لله تفرجنا في الماتش بين المغرب وكندا، الحمد لله المنتخب ديالنا حمر لنا الوجه
الحمد لله، وكنشكروا جميع المغاربه في كل العالم. هنا الحمد لله واحد الحماس، واحد الفرحه، والله يحفظ الكيب ديالنا، والله يحفظ الملك ديالنا، والله يخلي المغاربه ديما في العز وفي النصر وفي الفرحه الدائمه عليهم. وعاش الملك، والله يحفظ المغرب، والله يحفظ المغاربه. فرحانين ببلادنا وفرحانين بالمنتخب ديالنا، وديما المغرب، وديما السهرة مغربية، ومغرب مغرب مغرب. عاش الملي والدقة الكتبية من فرنسا للرباط. عاش الملي، فرحانين فرحانين بزاف. ديما منتخب بلجيكا أقصي عن هذه المجموعة، المجموعة السادسة، هذا لم يمنع الجالية المغربية المقيمة هناك أن تحتفل بمرور المنتخب الوطني إلى دور الستة عشر. صراحه النتيجه يعني مشرفه وفرحنا، وهذا هو يعني هما حقوا لنا المقصود، هذا هو اللي كنا كنظنوا فيهم. احنا فرحانين بزاف بهذه النتيجه هذه، ومنتخب المغربي شرفنا وشرف الشعب المغربي 40 وهنيئا بالفوز. وي جو سوي تري كونتون دو ان كونت لو كندا فيف لو ماروك اي ميرسي او ليون دو لاتلاس. إسبانيا هو خصمنا القادم في دور الستة عشر، لكن الجالية المغربية المقيمة هناك خرجت لتحتفل بهذا الإنجاز، وبعدها نناقش المباراة القادمة. وسنواصل تغطية الفرحة التي عاشتها الجاليات المغربية أو العربية بخصوص هذا الإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب الوطني. قبل ذلك الحديث مع ضيفي بالبلاتو سي عبيس، تعرفنا على الخصم ديالنا اليوم المنتخب الإسباني. في نظرك أنني نلعب مع منتخب اللي عارف القيمة ديالو، عارف الأساليب ديال اللعب ديالو، افضل لي ان العب مع منتخب اللي ربما ما عرفش عليه الشيء الكثير في نظرك؟ طبيعيا يعني اسبانيا، طبيعيا يعني اي واحد كيتمنى يواجه المدرسه الاسبانيه. المدرسه الاسبانيه حنايا كمتتبعين قريبه لينا عارفينها، متبعينها بالتدقيق، يعني ليس بالفريق الغامض، ولكن الحمد لله بان المنتخب المغربي راه كان هو في المقدمه ديال المجموعه ديالو، وبالتالي هذا قوه اننا غنلعبوا مع فريق تحت المرتبه الثانيه. هذا لا يعني بان المنتخب الاسباني ما يحترمناش وما غيدرسناش، بالعكس هذا غير رفع من المعنويات ديالنا، والجماهير ديالنا الحمد لله ملها ما من الامكانيات باش تشجع، واللاعبين عندهم المهارات تقريبا تفوق
يعني من المهارات يعني او متقاربه من مهارات اسبانيا. يبقى رقعه الملعب هي تكون حازم، ثلاث ايام هي اللي غتحدد الفريق من ناحيه الثروه البدنيه، من ناحيه المهارات التكتيكيه. حنا متقاربين لنا نفس الاسلوب، ولكن عندنا من اللاعبين من اللي هما واجهناهم في مونديال روسيا. بطبيعه الحال لان واخا دابا روسيا مده طويله ما كانش عندنا اربع سنوات، لان واحد المدرب اللي هو قريب شيئا ما من المدرسه الاسبانيه، والحمد لله كما نقول ابن الشمال عارف يعني كيفاش يعني يدير واحد الاسلوب معين، يلعب على المجموعه ولا يلعب على الفرد. والحمد لله ان شاء الله يكون الخير، يعني غنكونوا ان شاء الله نعيشوا يعني واحد الافراح اللي تكون هي البديرة ان شاء الله باش ندوزوا الربع، وهذا هو ما الامنيات ديالنا ويعني التركيز ديالنا. عابس الجمهور العربي ساند وساعد كثيرا لهذا التأهل المغربي، بحيث ان المنتخب المغربي الان يلعب تحت الراية العربية يمثل كل العرب. الفرحة العربية نبدأها من القدس، فرحة خاصة للإخوة الفلسطينيين بهذا الإنجاز الكبير. البداية سوف تكون من القدس، نتابع. المغرب استطاع الخروج بتأهل رغم تواجده بمجموعة صعبة، ونحن جميعا نفتخر بأن نكون مغاربة. أتمنى أن يتواصل التألق. نحن هنا بالقدس تغمرنا فرحة لا توصف، نتقاسمها مع المسلمين بفلسطين. سعيدين جدا في فوز الأشقاء العرب دولة المغرب، يعني قدموا أداء رائع جدا. كان هناك في أجواء تضامنية في القدس، لأن هذا المنتخب العربي الذي شرفنا في بطولة كأس العالم وصعد إلى دور 16، فنبارك لدولة المغرب ملكا وشعبا وأرضا. إن شاء الله أن نصعد أكثر فأكثر، وألف مبارك لدولة المغرب. يعني بالفعل كانوا يلعبوا هم اليوم في المباراة، وإحنا روحنا وقلوبنا معهم، جميع الفرق العربية كذلك الأمر، لكن المغرب لها مكانة خاصة، الشعب المغربي له مكانة خاصة، إخوتنا في المغرب لهم مكانة خاصة. بالفعل مع كل هجمة كنا نحس حالنا موجودين في الملعب أكثر من اللعيبة نفسهم. نتأمل إن شاء الله نوصل النهائي، ومنشوف إنه في عندنا الإمكانيات، وبالتوفيق للجميع. نتابع مباراة المنتخب المغربي، إخواننا العرب في المغرب، نتمنى لهم كل التوفيق والفوز من قلب مدينة القدس. نفس الدعم، نفس الأحاسيس، ونفس المشاعر عند الإخوة الفلسطينيين من القدس. هذه المرة نتحول إلى غزة، كيف استقبل الفلسطينيون تأهل المنتخب الوطني لدور 16؟ كما تشاهدون الفرحة الفلسطينية، الصورة أبلغ من الكلام، الصورة أبلغ من الكلام، الصورة أبلغ من الكلام. مشاعر جياشة لا توصف، لا توصف. دائما المغرب، دائما المغرب، دائما المغرب. ها هي الجماهير الفلسطينية، ها هي الجماهير الفلسطينية تفرح لتأهل فخر العرب أسود الأطلس الذي تأهل إلى الدور الثاني وشرف كل العرب. فملايين الدول العربية، فملايين الدول العربية خلف أسود الأطلس. الصورة أبلغ من الكلام، الصورة أبلغ من الكلام، الصورة أبلغ من الكلام. أحد معنا، أحد المواطنين، يوم تاريخي، يوم تاريخي، يوم فوز المغرب. احنا مع جلالة الملك ومع المغرب، احنا الدولة المغربية في فلسطين، نعطي هذا الفوز لجلالة الملك وللقدس الأقصى وشعب المغربي، لجلالة الملك أمير المؤمنين محمد السادس. هذا نصر لنا وللشعب، دائما المغرب، المغرب، المغرب. كما تشاهدون، كما تشاهدون أعزائي المشاهدين الجماهير الفلسطينية، نبارك للشعب المغربي والوطن العربي بأجمعه تأهل المنتخب المغربي لدور 16. كانت مباراة ممتعة، وكل التوفيق لهم إن شاء الله، وألف مبروك، ألف مبروك. كما تشاهدون أعزائي المشاهدين زملائي في الاستديو، فرحة عارمة، فرحة عارمة للشعب الفلسطيني. احتفالات، احتفالات، مشاعر جياشة. إننا خلف أسود الأطلس، ما هي الشعائر الفلسطينية تحتفل بهذا الانتصار العظيم. كما تشاهدون
مغرب مغرب مغرب، فرحة فرحة عارمة للشعب الفلسطيني، فرحة عارمة للشعب الفلسطيني، مشاعر لا توصف جمالها. ومن هنا صبحي أبو زيد القناة الأولى فلسطين، كل الحب للمغرب. فعلا الصورة أبلغ في الحقيقة، يعجز اللسان عن شكري الإخوة هناك بفلسطين. شيء رائع أن نرى حمل الأعلام الوطنية والهتاف باسم المغرب ورفع صور جلالة الملك يؤكد الروابط القوية والأخوية بين الشعبين الفلسطيني والمغربي عبر التاريخ. نبقى دائما بفلسطين، هذه المرة من غزة إلى رام الله. كل التحية للشعب المغربي ولمنتخبنا الوطني المغربي الذي نعلق عليه آمال كبيرة ونعقد عليه يعني طموحات كبيرة في المباريات القادمة إن شاء الله. هذه يعني أمانينا من على أرض فلسطين كشعب فلسطيني وكخريجي جامعات مغربية، نعتز بهؤلاء المقاتلين فعلا بأسود الأطلس وديما المغرب. تشجع فريق المغرب، المغرب كشعب أكثر شعب بحب الشعب الفلسطيني، وإحنا مع المغرب قلبا وقالبا، وإن شاء الله المغرب يربح كأس العالم. نحن اليوم في هذه الاحتفالية حيث التقت جميع الأصوات المغربية مع الفلسطينية مع العربية، الحمد لله أن المنتخب الوطني المغربي أصبح ليس فقط منتخبا مغربيا ولكنه منتخب فلسطيني ومنتخب عربي، نجح في لم شمل جميع العرب والتضامن والمحبة لجميع العرب. اليوم أنا فرحانة بزاف بزاف لأنه جينا نشجع أسود الأطلس منتخبنا المغربي اللي بنفتخر فيه مع سفيرنا لجلالة الملك وكل الطاقم السفارة مع إخواننا الفلسطينيين، فكلنا اليوم فرحة واحدة وسعادة واحدة وبزاف بزاف بزاف فرحانين، وهذا الفوز احنا بنهديه لكل فلسطيني ولكل عربي. نبقى دائما مع الإخوة بفلسطين ونعود مرة أخرى إلى رام الله ومراسلة جديدة لمبعوثنا هناك، لمراسلنا من هناك صبح أبو زيد ليقربنا كيف تابع السلك الدبلوماسي هذا الإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني. بعد دقائق معدودة من بداية المباراة، إلا وكان الهدف الأول يسكن شباك المنتخب الكندي ليثلج قلوب المشجعين والمناصرين من الشعب الفلسطيني لأسود الأطلس في قطاع غزة. اليوم كان أداء وأداء رائع، أداء ممتاز، يعني كان في أفضل حالاته، وكل الشعب هنا الشعب الفلسطيني كله مؤيد وكله بشجع المنتخب المغربي، لأنه هو إذا انتصر إحنا انتصرنا. هدف مغربي آخر في الشباك الكندية ذاتها،
ولكن الفرحة هذه المرة في الضفة الغربية وبمشاركة سفير المملكة المغربية وعدد من السفراء وممثلين عن سفارات الدول العربية والأجنبية لدى السلطة الفلسطينية لتعم الفرحة قلوب الجميع. هذا المنتخب رفع رأسنا بأدائه المتميز وجعلنا مع إخواننا الفلسطينيين نعيش لحظات جيدة جيدة جدا تكشف عن حقيقة المحبة التي تجمع المغاربة بالفلسطينيين وكذلك التي تجمع الشعوب العربية جميعها. أنا متأكد الآن وعلى يقين أن جميع أبناء الأمة العربية من مشرقها إلى مغربها سعيدة بهذا الإنجاز الكبير الذي أحدثه الفريق الوطني. نشكركم جزيل الشكر على حضوركم على تشجيعكم على أغانيكم الفلسطينية الرائعة التي تدعم المنتخب المغربي. الشعب الفلسطيني دائما يعني هو امتداده الطبيعي المغرب. اليوم ما بنحكي زي ما حكينا ما بنحكي كثير عن موضوع كرة قدم بقدر ما بنحكي عن دم عربي عم بيتحرك. وحتى الدقائق الأخيرة من المباراة لم تغب الأعلام المغربية وصور جلالة الملك محمد السادس حفظه الله عن المشهد الرياضي بين المشجعين الفلسطينيين الذين يناصرون منتخبا أصبح هو الممثل الوحيد للعرب في الدور المقبل. ليس جديد أنه إحنا كشعب فلسطيني محبين للشعب المغربي كما أيضا الشعب المغربي هو محب للشعب الفلسطيني وجئنا نؤيد وندعم ونشجع المنتخب المغربي منتخب أسود الأطلس حبا بهذا الشعب وبهذا الأداء الرائع ودماء مغرب. الآلاف من الجماهير الفلسطينية حضرت إلى هذا المكان وبكل ربوع الوطن الفلسطيني ليكونوا خلف أسود الأطلس ليقولوا له كلنا معك ودائما مغرب. من قناة الأولى صبح أبو زيد فلسطين. ونتوقف اللحظة لنتعرف على كواليس التي عشناها خلال هذه المباراة. يتعلق الأمر بالزملاء بمديرية الأخبار، كيف عاشوا هذه المباراة؟ كيف كانت ردود الفعل رغم الأمانة الإعلامية؟ لكن القلوب كانت القلوب والعقول أيضا كانت مع المنتخب الوطني. قائمة بالعوش. قبل 52 سنة كان المغرب أول منتخب عربي إفريقي تأهل إلى المونديال دورة مكسيكو 1970. كانت هذه المجموعة تفتقد إلى التجربة تشكلت بعد مرور 14 سنة عن حصول المغرب للاستقلال. مجموعة أسماؤها لا زالت خالدة في الأذهان تحت قيادة المرحوم حارس المرمى علال بن قسو قدمت أداء مشرفا وتمكن آنذاك المنتخب الوطني من تسجيل هدف في مرمى حارس المنتخب الألماني الغربي سيب ماير. بعد مرور 16 سنة كان الموعد من جديد بالمكسيك في سنة 1986. المنتخب الوطني كان أول منتخب عربي إفريقي يتأهل للدور الثاني بعد تعادل 0-0 أمام إنجلترا وبولونيا وفوز بين على المنتخب البرتغالي بثلاث أهداف مقابل هدف واحد. احنا اللي كنعيشوا هذه الاجواء ديال الفرحه ديال الفريق الوطني كنستحضر ذكريات ديال الفرحه ديال الجمهور المغربي في 1986. كان جمهور غفير اللي كان حج هنا مقر الاذاعه التلفزه المغربيه وكان كيقول وكيشجع الاسود الاطلس. '86 كنا ديك الساعه طلبه في المعهد العالي للصحافه وكانت الامتحانات قريبة ومع ذلك كنا متحمسين ومتابعين المباريات وكنا فرحانين. كان رمضان كنتذكر انا كنت كان يلا بديت الاجتهاد. بالفعل 86 كنا يعني كطلبة ديال المعهد ومشينا كاملين لواحد المقهى ديك الساعة كان يعني باش تلقى بلاصة خاصك يعني تمشي بكري. فطرنا ومشينا شدينا البلاصة وتفرجنا في المنتخب الجيل ديال فاريا الجيل ديال تيمومي الجيل ديال الحداوي الآن من هذا الجيل ديال فاريا رحمه الله إلى الجيل ديال
الوالد الركراكي هانئا لهم. ماشي صغير صغير صغير، انا عشت وخرجت في ذاك الوقيته وفرحنا وغوتنا، وخا ديكالاجوغيغ كان ما بين المكسيك والمغرب، وخرجنا في الليل وغوتنا وما تيعاودوا نفس التكرار، تكرروا نفس الانجاز وحنا فرحانين. مرت 36 سنة تجدد الموعد من جديد لكرة القدم المغربية مع التأهل إلى الدورة الثانية. فرحة لا توصف عند كل مغربي ومغربية، نشوة الانتصار والتأهل عاشها طاقم غرفة الأخبار الذي عبر عن سعادته بهذا الإنجاز الهام لكرة القدم المغربية. بالفعل الأخت قائمة، اليوم هذا جيل جديد اللي غيعيش هذه الأجواء ديال الفرحة. كاين جيل اللي عاش 86 بقى صغير التاريخ كنسمعوا ليه، الآن كاين جيل جديد اللي عاش هذه الفرحة. حنا خرجنا الشارع شفنا الآراء وشفنا الناس، راه فرحة كبيرة ما كتصورش، كيبان بأن التاريخ ديال كرة القدم الآن يولد من جديد ولا يواصل التاريخ ديالو. اليوم نربط الماضي بالحاضر، اليوم نتطلع برفقة هذا الجيل الجديد من اللاعبين الموهوبين، اللاعبين اللي سمو على انطلاقة هي الأجمل هي الأقوى ونتمنها الأطول إن شاء الله. الحمد لله كانت واحد فرحة كبيرة بزاف في قسم الأخبار وفي المغرب كامل وفي العالم العربي والإسلامي كامل، وصراحة اشتقينا لهاد الفرحة وحنا محتاجين هاد الفرحة هذه. يعني فرحة لا توصف، كيعجز اللسان على التعبير عليها. وكما قلت قبيلة يعني ساعدنا الأمجاد ديالنا وساعدنا البطولات ديالنا، وكنتمنى إن شاء الله المزيد من التألق للأسود والمزيد التألق للمغرب. ليست إلا البداية، ونتمنى كل التوفيق للفريق الوطني في مساره في مونديال قطر 2022. فعلا أجواء عشناها حماسية، أخذنا المنتخب الوطني بكل جوارحنا من أجل دعمه وتشجيعه لمواصلة العطاء. نتمنى أن نتغلب على عقبة المنتخب الإسباني في المباراة القادمة لنعود للفرحة من جديد. نتعرف على نتائج مباريات اليوم. المنتخب الوطني فاز على منتخب كندا بهدفين لهدف واحد، بلجيكا تفوقت أو تعادلت مع كرواتيا بصفر لمثله، المنتخب الياباني تفوق على إسبانيا بهدفين لهدف، وكوستاريكا انهزمت أمام ألمانيا بأربعة أهداف لهدفين. بالنسبة لبرنامج مباريات الغد، غانا تواجه أوروغواي، كوريا الجنوبية تواجه البرتغال، الكاميرون تواجه البرازيل، وصربيا تواجه سويسرا. وأختم معك عبيس، شنو اللي كيدور في الذهن ديالك كتقني بالنسبه للمباراه ديال اسبانيا، ولا على الاقل شنو هي المراحل اللي جايه الان قبل التفكير في مباراه اسبانيا، ولا غنبداو نفكروا فيها من الان؟ بطبيعه الحال الجهاز المرافق للسي وليد الركراكي بدا الاشتغال ديالو منذ الصفاره ديال الحكم، انه هو عنده عمل مضبوط، عنده واحد الاجنده زمنيه من الجهاز الطبي، محللين، تزويد المعلومات، متابعه يعني المباراه والمنافس. وليد الركراكي يمكن غيخلق يعني اسلوب جديد اللي هو يعني التكتيك الهجين. ربما احنا كما نقول لك مادام ابتكرنا البطاريه وابتكرنا كذلك السياره، فان شاء الله سنبتكر تكتيكا جديدا في هذا المونديال بقطر ان شاء الله. سعبي سنوعدتك بالقميص ديال المنتخب ما نسيتكش، اليوم نعطيك شعار ديال ديما مغرب، هديه غاليه ولكن سنحتفظ بها، على شرط انني مازال غادي نجيب لك القميص ديال المنتخب الوطني اكيد، وخليها معطله ربما نزيد ونحتاجوك مثلا في مباريات اخرى باذن الله. شكرا 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 لك مغرب، وديما مغرب ديما مغرب. شكرا لك سي ادريس عبيس، نتمنى ان نلقاك في غالبا سنلتقي يوم الثلاثاء القادم مباراه المغرب اسبانيا ان شاء الله. نبيلة نعود اليك مره اخرى، ديما مغرب نتمنى التفوق دائما لأسود الأطلس. شكرا لك خالد ولضيفك الكريم، تابعنا معك على المباشر انتشاء الجماهير المغربية عبر ربوع المملكة وفي عواصم العالم. الموعد يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء، وشهيتنا مفتوحة فعلا للمزيد، سنكون في الموعد بإذن الله. شكرا لك خالد.
قلوب المغاربة انتشت اليوم فرحا بفوز أسود الأطلس وأيضا بالتساقطات المطرية بالعديد من مناطق المملكة. تساقطات مطرية غزيرة أحيانا رعدية تتراوح بين 20 و 40 ملمتر كما توقعتها المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشر إنذارية من مستوى برتقالي بأقاليم العرائش طنجة أصيلة سلا أسخرة مران قنيطرة الخميسات الرباط سيدي قاسم سيدي سليمان دار بيضاء أنواصر المحمدية مديونة برشيد وبن سليمان وبكل من أزلال خنيفرة وابن بلال إلى غاية زوال يوم غد الجمعة. وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوي أيضا سقوط طلوش تتراوح مقاييسها بين 20 و 35 سنتيمتر على علو 1800 متر ابتداء من مساء اليوم الخميس وإلى غاية ليل يوم الجمعة وذلك بكل من أقاليم بولمان إفران أزلال خنيفرة بن بلال وميدس. وفي الليالي نتعرف على مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال 24 ساعة الماضية. الدار البيضاء 27 ملمتر، العرائش 25 ملمتر، المحمدية 18 ملمتر، بن سليمان 23 ملمتر، تيتمليل 21 ملمتر، المحمدية 27 ملمتر، بالقنيطرة سطات نواصر 19 ملمتر عفوا، بطنجة 16 ملمتر، الجديدة الرباط 13 ملمتر، بشفشاون 9 ملمترات، بتطوان آسفي 7 ملمترات، ببن جرير خريبكا طنجة الميناء 6 ملمترات، بمكناس ملمتر واحد وأقل من ملمتر في كل من تازة الحسيمة أجدير والصويرة. وفي موضوع آخر، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس عزه الله تفضل فأعطى أمره السامي بالزيادة في المكافأة الشهرية للأئمة بالتدريج على مدى 4 سنوات قادمة تصرف ابتداء من سنة 2023 بنفس المقدار الشهري الذي جرت به الزيادة السابقة خلال السنوات الأربع الماضية. وأضافت الوزارة في بلاغ لها أن أمير المؤمنين حفظه الله تفضل أيضا فأمر بتمتيع المؤذنين بنفس الزيادة وعلى نفس المنوال. حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم وجزاه خير الجزاء على كل ما يقوم به لحفظ دين الأمة وثوابتها ورعاية شؤون بيوت الله والقيمين فيها إنه سميع مشبع. انعقد اليوم مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز خنوش تميزت أشغاله بالوقوف عند إجراء ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية في الشق المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي على المرض، ودخول اليوم فاتح دجنبر حيز تنفيذ النقل التلقائي لحوالي 4 ملايين من المستفيدين من نظام المساعدة الطبية رماد إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك. وفي بداية هذا الاجتماع الحكومي الأسبوعي ألقى رئيس الحكومة كلمة بهذه المناسبة لنتابع. في بداية أشغال هذا المجلس الحكومي أود أن أعبر باسم الحكومة عن فخرنا واعتزازنا بالمنتخب المغربي الوطني الذي أدخل الفرحة لقلوب المغاربة بمناسبة فوزه المستحق، ونتمنى له المزيد من الانتصارات في المقابلات القادمة إن شاء الله، كما نشيد عاليا بالجمهور المغربي على الروح الوطنية والتعبئة والمساندة اللي معهودة فيه. من جهة أخرى كيشرفني أن أسجل بكل فخر واعتزاز العمل المتواصل التي يقوم به الحكومة من أجل التنزيل السليم لورش تعميم الحماية الاجتماعية على أرض الواقع في احترام تام للأجندة الملكية. واليوم فاتح دجنبر 2022 والحمد لله بعد على الأمطار ديال الخير اللي بدات هذا الصباح كيتزامن اجتماعنا مع هذا مع تاريخ الاستفادة التلقائية لأبعاد الملايين ديال الأسرة خاضعة سابقا لنظام المساعدة راميد من نظام الآن غيدوزو النظام ديال التأمين الإجباري الأساسي على المرض لايمو. وفي هذا النظام كتحمل الدولة مصاريف اشتراك هذه الفئة في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أيمو ما دامت في الحاجة، وبفضل لايمو الاستفادة من الخدمات المجانية في السبيطارات ديال الدولة غادي تبقى مستمرة كيفما كتعود لايمو على جزء كبير
من مصاريف ديال الدواء والتحليلات والراديو ومصاريف زيادة ديال الطبيب والعيادة الخاصة حسب النسب المعمول بها يعني في هذا الميدان. وبالموازاة لذلك وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية عملت الحكومة منذ تنصيبها على وضع رؤية متكاملة لإصلاح المنظومة الصحية كتتركز على 4 دعامات أساسية. غادي يجي العرض ديال السيد الوزير وغادي يفصل هذا الشيء هذا كله. اولا اعتماد حكامة جيدة كتهم تقوية آلية التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي. واليوم غادي نوضعوا في هذا الميدان ديال الاعتماد الحكامة جيدة لبنة هذا الورش من خلال تضاوس 7 ديال المشاريع ديال القوانين. مشروع قانون كيتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة اللي غتولى مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي على المرض وتقييم جودة الخدمة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وكذا إداء الرأي في السياسات العمومية الصحية. كاين مشروع قانون كيتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية لضبط مسار العلاج والحد من الاكتظاظ في المستشفيات وتقليص آجال الحصول على المواعيد الطبية. ومشروع قانون كيتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها. وكذلك مشروع كيتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته لضمان تنمية مخزون كافي من الدم البشري. ثانيا كاين تتمين ديال الموارد البشرية وإصلاح نظام التكويل، ولهذه الغاية كنضاصوا اليوم كذلك مشروع قانون كيتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية واللي غادي تهدف إلى تشجيعها على العمل في أرض الوطن وخاصة في القطاع العام ومحاربة الصحاري الطبية. ثالثا تأهيل العرض الصحي عبر تيسير الولوج للخدمات الطبية ورفع من جودتها والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني. وفي هذا الإطار أطلقت الوزارة ديال الصحة وتأهيل ما يقارب 1400 مركز صحي أولي، كما تعتزم إحداث مستشفى جامعي بكل جهة. رابعا رقمنا ديال المنظومة الصحية لضبط وتتبع مسار علاج المواطن في مختلف مراحله. وفي الأخير لابد من التأكيد على عزم الحكومة إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية تحت التوجيهات الملكية السديدة تكريسا لركائز الدولة الاجتماعية ولمتطلبات الكرامة من خلال رفع مظاهر الإقصاء والتهميش وتحقيق العدالة والمجالية في الولوج للخدمات الصحية والاستشفائية لجميع المواطنين على قدمة المساواة. والسلام عليكم. وفي الشأن الصناعي، اتفاقية بشأن تزود الصناعيين بالكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة تم التوقيع عليها بين الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالحة للشرب. التفاصيل بمعية نادية المدن وعبد العلي عياد. يندرج توقيع هذه الاتفاقية الجديدة في إطار الدينامية التي تقوم بها الحكومة لتشجيع القطاع الخاص على تطوير الطاقات المتجددة وتطوير الصناعة الوطنية. بموجب هذه الاتفاقية الهامة، ستستفيد المناطق الصناعية بالطاقة الكهربائية النظيفة بتكلفة جد تنافسية. طبقا للتوجيهات والتعليمات الملكية من أجل الاستفادة من القدرة الانتاجيه ديال الطاقه المتجدده في بلادنا باش نقويو التنافسيه والجاذبيه ديال الاقتصاد ديالنا. تجيك باش تدعم التوجه الجديد ديال الاصلاح في ميدان الطاقه وباش نمكنوا الطاقه المتجدده بكل مكوناتها باش تلعب الدور ديالها باش تمكن الصناعه المغربيه باش تزيد في التنافسيه ديالها. المنظومة الصناعية الوطنية بإمكانها الاستفادة من القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة بالمملكة طبقا للتوجيهات الملكية السامية في هذا المجال، ومتضمن أيضا في توجهات النموذج التنموي الجديد بهدف تقوية الصناعة المغربية.
هذا الإجراء وهذه المبادرة سيكون لها وقع إيجابي كبير وكبير جدا على الجاذبية الصناعية الوطنية وكذلك على تطوير الطاقات المتجددة. توجه جديد إذن تتبناه المملكة يتوخى تسريع وتطوير الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من أجل تعزيز سيادة المملكة في مجال الطاقة وتقليص كلفتها وتكريس نموذج طاقة منخفضة الكربون. في قضية وحدتنا الترابية افتتحت جمهورية غواتيمالا اليوم قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة مؤكدة بذلك دعمها القوي لسيادة المملكة على كافة ترابها بما في ذلك الصحراء المغربية. بكر كليمي ومحمد يتس. افتتحت جمهورية غواتيمالا قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة في خطوة أخرى تؤشر على استمرار المملكة المغربية في تشجيع الدول الداعمة لها في ملف الوحدة الترابية للمملكة على فتح تمثيليات دبلوماسية في الأقاليم الجنوبية. انخراط دولة غواتيمالا في ركب الدول الداعمة للوحدة الترابية للمملكة وفتح قنصلية لها في الداخل هو نجاح إضافي للدبلوماسية المغربية. In the name of the people of Guatemala and President Alejandro Yamatei. باسمي وباسم الشعب الغواتيمالي أشكر المملكة المغربية على هذه الفرصة، فرصة توضيد العلاقات بين بلدينا، خصوصا وأننا نفتتح اليوم هذه القنصلية والتي ترمز لعمق العلاقات بين بلدينا. عدد من الاتفاقيات التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية غواتيمالا تم التوقيع عليها اليوم بالداخل خلال حفل افتتاح القنصلية العامة لجمهورية غواتيمالا. الدينامية الدبلوماسية المغربية في أمريكا الوسطى تستهدف توسيع دائرة الدعم للمغربية الصحراء من خلال تكثيف وتسريع وتيرة دبلوماسية القنصليات، حيث أن المغرب بدأ يعتمد هذه السياسة على مستوى اتساع دائرة الدول الإفريقية والعربية والأمريكية التي تدعم سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وتوجت بفتح قنصليات في مدينتي الداخل والعيون. ونختم النشرة كما بدأناها بأجواء الفرحة العارمة بالتأهل التاريخي لأسود الأطلس للدور الثاني من مونديال قطر. موجة مد بشري خرجت للاحتفال في شوارع المملكة وعاصم العالم بهذا الإنجاز التاريخي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.